توقف أداء المقاولات لمستحقاتها للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدة الرئيسة، سيد الوزير، سيدة والسادة النواب. سيد الوزير، السؤال ديالنا كيتعلق بالمشكل ديال توقف الأداء ديال واحد مجموعة المقاولات، وخصوصا المقاولات اللي كيشتغلوا مع قطاع ديال التعليم. اليوم سمعنا بأن وزارة ديال التعليم عليها أكثر من 800 مليار ديال الديون. لذا السيد الوزير كنسألكم ونعرفوا شنو الأسباب الحقيقية ديال عدم التزام الإدارة المغربية مع زبنائها ومع المتعامل معها، وشكرا. جواب السيد الوزير. رئيس السادة والسيدات النواب المحترمين، شكرا لأنكم غيرتم السؤال. السؤال طرح فيما يتعلق بصرف النفقات العمومية 2013 وما تلا ذلك من توقيف يعني الأغلفة الاستثمارية، لأنه في ذاك الوقت العجز تجاوز كل الحدود. طبعا السؤال الذي طرحتم الآن حول مستحقات المقاولات التي تشتغل مع الإدارات والمؤسسات العمومية، هذا مشكل قائم منذ سنوات تم التقدم فيه. بالنسبة للسؤال ديالكم بوضوح فيما يتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، هناك فعلا ديون كتجي تترتب عن المشروع أو البرنامج ديال الاستعجالي الذي كان وفر له كغلاف التزام ديال 12 مليار، ولكن ما كانش ذاك الوقت الأداءات، وطبعا كل سنة كيطيحوا ديون التي تواجه الحكومة. وفي هذا الصدد 2015 تم صرف ما يفوق 4 مليار و200 مليون درهم الميزانية ديال القطاع. هناك ديون أيضا ترتبت منذ بداية السنة فيما يتعلق بعض يعني نفقات سير، وكان هناك جهد استثنائي في آخر السنة لدفع حوالي 300 مليون درهم إضافية لهذه الأكاديميات من أجل مواجهة هذه المصاريف، وسوف نواصل الدعم ديال هذه الأكاديميات إلى حين زوال كل هذا يعني المتأخرات المتعلقة بالأكاديميات. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، ربما أنتم الحمد لله على علم متبعين هذا الموضوع ديال أداء المستحقات. أنا غير نبغي نذكرك سيد الوزير، هذا الشيء راه كينعكس سلبا حتى على القطاع ديال التربية. اليوم واحد مجموعة المشاريع للساكنة كانوا كينتظروا الحلول ديالها، ولكن للأسف الشديد ما تنجزاتش، توقفات. اليوم سيد الوزير خصوصا في القطاع ديال التربية، الناس اللي كانوا كيمونوا المطاعم والداخليات راهم وقفوا العمل ديالهم. راه البارح كانت عدة إضرابات سيد الوزير، وبالتالي لا يعقل، هادشي ماشي مقبول، ان الناس قد خدموا وقد انتظر اكثر من سنتين وثلاث سنوات، وبالتالي الانعكاس فهو على المنظومه ككل. حنا كاين مشاكل كثيره في هذا القطاع ديال التعليم، ونزيدوا عاوتاني حتى المشكل ديال المقاولات كيشتغلوا مع التعليم. راه ممكن نقول لكم سيدي الوزير، والله العظيم راه كاين واحد التدمر كبير ديال المواطنين وديال الاباء في هذه المنظومه ديال التعليم. راه كاينه بنايات مهدده بالسقوط سيدي الوزير، تحتاج الى اصلاحات. بناءات الساكنه كنتظر منذ سنوات باش ان البناءات ديال الداخلي انتهى الوقت. شكرا السيد وزير في ثواني معدوده. انه تم رصد مبلغ استثنائي في اخر السنه لمواجهه هذه المتاخره ديال الماء وديال الضوء وديال المطاعم وديال الحراسه بالنسبه للمؤسسات، وانه سنواصل كما قلت دعم هذه الاكاديميات لاداء كل المتاخرات الاخرى. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد وزير. هل هناك من تعقيب اضافي؟ وضعية المديونية العمومية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورة. تفضل سيد النائب. مساء الخير. في الحقيقة بغيت نعطيكم المديونية، ولكن أنا أعطيها لكم بالطريقة التي يحبها السيد رئيس الحكومة، أي بالسنتيمات. بلغت الديون العمومية الخارجية من مجموعه 27700 مليار سنتيم خلال سنة 2014، مقابل 23400 مليار سنتيم في السنة اللي سبقتها. بالنسبة للجهات المالية الأجنبية بلغت 14100 مليار سنتيم سنة 2014، مقابل 12900 مليار سنتيم سنة 2013. الديون ديالنا سيد الرئيس، انتقل سيد الوزير،
انتقلت الى 97.7 سنه 2014. اعتبرت في التقرير ديال ماكنزي سنة 2015 على أننا كنحتلوا المرتبة 29 عالميا في الديون الدولية. حنا في سنة 2014 أكثر الدول استدانة. السيد الوزير أنا ما عرفت واش غادي ترهنوا المناطق اللي كتعيش الفقر بحال تاليوين بحال تارودانت بحال أكادير بحال واحد جماعة على المناطق المستقبل ديالهم اللي غادي يجيو لقاو واحد جماعة تاع الديون. كاين الفقر، كاين عدم الطرقات، كاين عدم المستشفيات، غادي يزيدوا لها دابا الديون، نرهنوا مستقبل المغرب. نرهن الشعب المغربي في واحد مجموعة تاع الديون. أكثر من ذلك السيد الوزير، أنه كثيرا ما كنقولوا بأن البرلمان هو اللي كيحدد القيمة ديال الديون. أنتم الأغلبية، أنتم اللي كتجيبوا المشروع ديال القانون مع جميع الأحزاب في الأغلبية اللي كتدوز هذه الأمور هذه وكتهموا البرلمان. قولوا الأغلبية هي اللي دارت هذه الديون في خلال القانون المالي. قولوا حنا الحكومة هي اللي قدمت هذا المشروع، ما تحملوناش مسؤولية شي أشياء. نحن نعارض وعارضنا ذلك لا في اللجنة ولا في الجلسة العامة، ولكن أنتم الأغلبية ديالكم سي الوزير رهنتم مستقبل البلاد، رهنتم مالية الدولة، رهنتم كل شيء في هذا الوطن. واش غادي تستمروا أنه كل مرة مرة نمشوا نقلبوا على الديون؟ واش غادي تستمروا في هذه الوضعية المأساوية للمستقبل ديال أولادنا؟ شكرا السيد النائب، جواب السيد الوزير. هذا موضوع جدي ويحتاج إلى هدوء في النقاش، لأنه كما ذكرت يرهن مالية بلادنا ويرهن أجيالنا المستقبل. المديونية كما يعلم الجميع وكما قلتم السيد النائب المحترم مؤطرة. وإلا أعطيتني المديونية أنت، لأن المديونية فيها مديونية الخزينة والمديونية العمومية والمديونية العمومية الموحدة، وسبق لي داخل هذا المجلس في اللجنة أنا أعطيت كل التفاصيل لكل المفاهيم. أنا نعطيك المديونية ديال آخر السنة اللي بقى لها يومين، حوالي 629 مليار درهم، فيها مديونية خارجية ديال الدين الخزينة 140 مليار درهم، أنا كنحسب بالدرهم حسب باش ما بغيتي، في تناقص أو في تراجع طفيف الدين الخارجي للخزينة، في تراجع طفيف بالنسبة للسنة الماضية. الدين الداخلي في ارتفاع بحوالي 40 مليار، لكن الدين الخزينة وما كيتحسبش العام سيدي بالمليار، كيتحسب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، غيبقى كما ذكرت في حدود 63.4%. وإلا درتي على بلدان أخرى، بينما في 63.4% في بلادنا، والخط الأحمر ديال صندوق النقد الدولي تيقول أنه ما خصهاش تفوت 70%. اليونان 177% من الناتج الداخلي الخام، إيطاليا 132%، البرتغال 130%، إيرلندا 109%، شيبر 107%، إسبانيا 97%، فرنسا 95%. لم نصل بعد إلى الخط الأحمر، وسوف نواصل سياسة الإصلاحات ديال المالية من أجل تقليص العجز، لأن العجز هو الذي يصب في المديونية. شكرا سيدي الرئيس. شكرا سيد الوزير. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ لا تعقيب إضافي. فريق العدالة والتنمية تفضل. تعقيب تفضل فريق العدالة والتنمية. سيد نائب لو سمحت، سيد نائب لو سمحت، انت استنفدت كل الوقت ديالك، ما بقاش عندك امكانيه للتعقيب، استنفدت كل الوقت. السيد الوزير اجاب، اذا ننتقل الى التعقيب الاضافي. تفضل سيد نائب. صافي لا اسمع. تفضل سيد نائب، الكلمه لك. فريق العداله والتنميه، تعقيب اضافي. صوت. نعم سيد الوزير، استمروا في التدبير النشط للمديونيه الذي يتهدد المغرب، هو التحكم، هو التسلط، هو عرقله الانتقال الديمقراطي. ونحن معكم في تصحيح يعني اوضاع الدوله المغربيه وفي معالجه الاختلالات طبعا اللي كيعاني منها المجتمع ديالنا بكل وضوح وبكل شفافيه. شكرا سيد الوزير. هل لكم تعقيب على التعقيب؟ شكرا. تفضل نقطه نظام. اولا عواش مبروكه ومتمنيات منا
الجميلة للجميع. سيد الرئيس، حنا كنعرفوا بأنه كاين رئيس واحد ديال الجلسة ماشي 10. وهذا كما نقوم به. والحاجة الثانية هو أنه خص يكون شوية الاحترام بيناتنا. لما كيتكلم سيد نائب محترم حتى واحد ما قاطعو، كلشي يسمع ليه. واخا تقال كلام جات أمور في الكلام ديالو. فالمرجو من الجميع أنه يحترم هذه القواعد الأخلاقية اللي كتجمعنا من أجل حسن سير هذه المؤسسة والأشغال ديالنا كاملين. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا. ننتقل إلى السؤال الموالي. إلا سمحتي سيد نائب، باقي ما عطيتكش الكلمة، باقي ما عطيتكش الكلمة، باقي ما عطيتكش الكلمة، وتنعطيك الكلمة. وتنعطيك الكلمة. نقطة نظام في التسيير. تفضل. على الرحب والساعة سيدة الرئيسة تسير تعطيني ملاحظة، ولكن أن يلاحظ علي نائب ماشي من حقه. أنت سيدة الرئيسة تكون ملاحظة كتوجهها ليا، ولا عنده شي ملاحظة يقولها لك أنت وتوجهها ليا، ولكن واحد يعطيني دروس في الأخلاق ما عندوش الحق. شكرا شكرا. ننتقل إلى السؤال الموالي يتعلق بتعزيز التماسك الاجتماعي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير، لقد التزمت الحكومة خلال قوانين المالية تقديم قوانين المالية ل 2012 13 14 15 و16 بتقوية برامج محاربة الفقر والهشاشة وتحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وذلك موازنة مع بتطبيق التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتأهيل النظام التربوي لضمان ولوج عادل للمتعلمين. نسألكم السيد الوزير، فين وصل هذا التدابير اللي جات التصريح ديال قانون الماليه؟ شكرا. جواب السيد الوزير. النائب المحترم، فعلا قانون الماليه 2012 جاب واحد الصندوق اللي سميتو صندوق التماسك الاجتماعي، اللي كتوفر له اعتمادات عبر طبعا الميزانيه، ولكن عبر ايضا المساهمه التضامنيه ديال المقاولات وديال المواطنين ديال الاجراء اللي غادي تنتهي على كل حالات السنه. شنو هي الحصيله بايجاز هذا صندوق التضامن الاجتماعي او التماسك الاجتماعي اللي كما جاء في القانون ديال الماليه 2012 كيمول الرميد او الصندوق او المساعده الطبيه، واللي وصل عدد المستفيدين المساعده الطبيه حوالي 9 مليون ديال المستفيد الى اخر اكتوبر من هذه السنه، واللي مواكبه مع ذلك ترفعات الميزانيه ديال وزاره الصحه، ومول هذا الصندوق حوالي 1.2 مليار درهم في السنه الماضيه فيما يتعلق بالصيدليه ديال المركزيه وايضا المراكز الاستشفائيه. هذا الصندوق تيمول ايضا برامج تيسير لمحاربه الهدر المدرسي، واللي استفدت منه 524,000 اسره، 828,000 تلميذ، بمبلغ 500 مليون درهم. هذا الصندوق ايضا يمول المبادره الملكيه المليون محفظه، اللي استفدوا منه 3,900,000 طفل بمبلغ حوالي 200 مليون درهم. ايضا يساهم في مسانده او بدايه الاشغال للاحتياجات الخاصه. انتهى الوقت. شكرا. تعقيب سيد نائب في ثواني معدوده. سيد الوزير، جاوبتوني بالارقام، انا نتكلم معكم بلغه الواقع. الناس كتعيش. انتهى الوقت سيد النائب، انتهى الوقت، اعتذر، انتهى الوقت. تعقيب اضافي اذا كان فيه تعقيب اضافي. لا انت سيد الوزير، اذا كان فيه تعقيب اضافي ستكون لكم فرصه للتعقيب على التعقيب. هل هناك من تعقيب اضافي؟ ليس هناك تعقيب اضافي. مآل الشكايات الضريبيه المقدمة من قبل الملزمين لإدارة الضرائب للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتقدم أو ليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير،
سؤالنا هو ما قال شكاية الضريبية المقدمة من قبل الملزمين لإدارة الضرائب. شكرا. جواب السيد الوزير. حصل إلى غاية نوفمبر 2015 تم إلى حدود آخر نوفمبر 2015 معالجة 76600 شكاية من أصل 67000 شكاية اللي جات في 2015 تنضاف إليها الشكايات السنوات الماضية التي لم تعالج واللي في حدود 29000، أي من مجموع 96000 شكاية تمت معالجة 76000 شكاية، ونعتبر أن معالجة وتسريع الشكايات من يعني سوف تساهم في يعني خدمة عمومية أحسن وعلاقة أمتن بين إدارة الضرائب والملزمين. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير. هذا مشكل حقيقة كاين شوية ديال، حنا نقولوا بأن كاين شوية ديال التقدم في هذا الإطار، ما كان نكروش، ولكن راه مازال الخصاص كبير، مازال خاص يدار مجهود كبير، وحرام أن في هذه البلاد، لأنها شكايات الأصل ديالها هو الظلم، هو الناس كتشكى لأنها مظلومة، لهذا باش تكون الإدارة تمشي بهذه الطريقة، حنا كنقولوا ودي الله راه حرام أن الإنسان يمشي للإدارة ويطلب حقه وواحد يدير له براسو هكا، لا ما يمكنليش ولا المكتب ديالي، خصنا نتصالحوا مع الملزمين اليوم. الإدارة خصها لابد، نبغيو حنا كل الإدارة ديالنا في البلاد، الملزم اللي يمشي يخلص ضريبة يمشي هو فرحان يخلصها، هذا المبتغى اللي عندنا. التواصل مازال ناقص، كاين مجهود ولكن مازال خاص مجهود السيد الوزير باش ديروا هذه العملية، لأنه حقيقة ما نبغيوش داك الشيء، لأن كنشوفوا الناس تظلم في واضحة النهار والشكايات كتعطل والجواب ما كيكونش، والعدد اللي عطيتنا 76000 هذا دليل على أن كاين مشكل، وهذا المشكل خصو. الوقت سيد نائب. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك من تعقيب إضافي. السيد الوزير استنفد كل الوقت ديالو. غياب التتبع والتحليل في الدين العمومي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم أمام البرلمان السنة الماضية عن غياب التحليل والتتبع للدين العمومي مما يؤدي إلى استمرار هشاشته، فما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة الاعتبار لآلية التتبع والتحليل في الدين العمومي تفاديا للمشاكل المنوهة عنها؟ شكرا. جواب السيد الوزير. ما نعاود نرجعوا للدين العمومي وأقول أن إشكالية الدين العمومي بالنسبة لبلادنا تؤخذ مأخذ الجد، ولكن لحد الآن الحمد لله لم نصل إلى يعني الخطوط الحمراء اللي يمكن لها تهدد استدامة الدين، لأن ماشي غير نقترضوا، خصنا نقترضوا، ولكن خصنا نقترضوا باش نستثمروا، ماشي باش نستهلكوا، ولهذا القانون التنظيمي للمالية اللي مررتيوه واللي غيبدا في السنة المقبلة ابتداء فاتح يناير يلزم على هذه الحكومة والحكومات المقبلة ألا تستدين إلا بقدر الاستثمار وليس يعني غير لا شيء غير الاستثمار وغير وايضا رد الاصل ديال الدين. فيما يتعلق بالتحليل والتتبع يمكن لي نقول لكم ان عندنا نظام جد متطور لمعالجه وتحليل الدين الخزينه بصوره علميه وباشاده ديال كل المؤسسات، لان هذا الشيء اللي كنديروه يعني اللي كنديروا في ما يتعلق بال يعني الحكامه ديال الدين العمومي تسير وتحليل الدين العمومي يخضع للمعايير الدوليه في هذا المجال، خاصه في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من اجل التحكم في الدين كصفه عامه، الدين الخارجي والداخلي، المدى ديال كل دين، نسب الفائده، ويكون عندنا لقاء داخل اللجنه ان اردتم ان نفصل في الامر تفصيلا جديدا وان نعطيكم كل المعطيات حول هذا الموضوع. شكرا سيدي الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيده الرئيسه، السيد الوزير، انا نقول لكم نهنئكم ونهنئوا الحكومه لان عطيتي الاولويه الكبرى لاستعاده التدريجيه ديال التوازنات الماليه، وهذا اعتقد اليوم شي حاجه جد مهمه، ودائما في اطار احترام الفصل 77 من الدستور اللي حنا البرلمان ينبغي أن نسهر معكم على الحفاظ على التوازن المالية، والنتيجة اليوم هي ما نلمسها من مؤشرات عجز الميزانية، هبط ميزان الأداءات، هبط تحسن ملموس في الميزان التجاري، رفع الاحتياطي للعملة الصعبة، تقليص الوتيرة النسبية ديال ارتفاع معدل المديونية،
المؤشر اليوم الإجمالي ديال الخزينة فيما يخص المديونية كما أشرتم إلى ذلك السيد الوزير وصل 66%. هذه كلها مؤشرات إيجابية لتتبين بأن التوجه اللي مشيتوا فيه توجه سليم، توجه إيجابي، أعاد العافية المالية المغربية. سيد نائب انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية قبل رد السيد الوزير على التعقيب؟ هل هناك؟ ليس هناك تعقيبات إضافية، ولكم ثواني معدودة جدا السيد. ثواني غير أي معلومة. معلومة في 2000 كان دين خزينة 68%، في 2010 نزل 50%، في 2014 وصل 63%، وغيبقى في 63%. انتهى الوقت، شكرا السيد الوزير. غياب نظام للحكامة وتتبع وتقييم النفقات الضريبية لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فلتتفضل السيدة النائبة. مشكورة، تفضل السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير، نسألكم عن مجهودات الحكومة لمراجعة النفقات الضريبية، خصوصا أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير نبه إلى عدم وجود رؤية واضحة حول هذه الاستثناءات. جواب السيد الوزير. السادة النواب المحترمين، طبعا في المناظرة الوطنية للجبايات طرقنا لهذا الموضوع اللي هو موضوع طويل وعريض ديال النفقات الجبائية. شنو هو النفقات الجبائية؟ هما كل الاستثناءات اللي كيتعطاو إما للمقاولات إما للأشخاص في إطار طبعا يعني التشجيعات الضريبية. هذه النفقات الجبائية وكما جاء في التقرير اللي بين يديكم في إطار مشروع قانون المالية انخفضت سنة 2015 مقابلة مع سنة 2014. 2015 النفقات الجبائية بلغت 32 مليار عوض 34 مليار السنة الماضية، ونحن وهذا يعني أننا نتقدم. 45% من هذه النفقات الجبائية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، 17% تتعلق بالياس أو الضريبة على الشركات، وحوالي 10% تتعلق بالضريبة على الدخل. القطاع العقاري هو الذي يستفيد من أكبر حصة فيما يتعلق بالنفقات الجبائية في حدود 22%. طبعا مواصلة إصلاح النظام الضريبي والتنزيل التدريجي للتوصيات للمناظرة سوف يجعل نظامنا الضريبي أكثر عدالة، ويجعل هذه النفقات الجبائية أكثر تحكما. شكرا السيدة الرئيسة. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيدة النائبة، تعقيب الفريق العدالة والتنمية، تفضل سيد النائب. الرحمن الرحيم. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، بداية نثمن الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمراجعة الاستثناءات الجبائية واللي ادت للتراجع ديال هذه الاستثناءات او المبالغ ديالها من 36 مليار ديال الدرهم سنة 2012 الى 32 مليار ديال الدرهم سنة 2015، علما انه 26% من هذه النفقات تستفيد منها الاسر بحوالي 9 مليار ديال الدرهم، وهذا يقوي القدرة الشرائية للمواطنين. لكن السيد الوزير الذي ننبه إليه وهو غياب واحد النظام ديال الحكامة بالنسبة لهذه النفقات الجبائية، وخاصة ما يتعلق بوضع أهداف دقيقة، تحديد الأهداف الدقيقة لهذه النفقات، وكذلك تحديد سقف زمني، وكذلك الاستفادة منها يجب أن تكون وفق تعاقد ووفق دفتر تحملات، وكذلك لا بد من الإشارة إلى مسألة أساسية ووضع آليات للتتبع وتقييم نجاعة هذه النفقات من خلال مؤشرات تقيس مدى نجاعة الأهداف وتحقيق الأهداف المسطرة سلفا، خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. شكرا، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ ليس هناك تعقيب إضافي. سيد الوزير ثواني. شكرا. الاعتمادات المالية المخصصة لنظام التغطية الصحية الأساسية رميد لسيدات وسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل وضع السؤال. مشكورا، تفضل سيد نائب. سيد رئيسة، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب المحترمون، ما هو الدعم الذي تخصصه الحكومة لنظام المساعدة الطبية سنويا؟ شكرا. جواب السيد الوزير. رئيسة، سبقا أشرت لبعض الأرقام، نأكد المساعدة الطبية 9 مليون ديال المغاربة والمغاربة يستفيدون منها. هذه المساعدة الطبية تمول عبر صندوق التماسك الاجتماعي وأيضا عبر الميزانية ديال الدولة. الميزانية ديال الدولة تمشي الميزانية ديال وزارة الصحة التي ارتفعت من 8 مليار
في 2008 إلى حوالي 14 مليار في السنة الماضية. هناك أيضا تمويل لأن المساعدة الطبية يمول من طرف الدولة، ولكن أيضا الجماعات المحلية والمستفيدين. هناك تمويل مباشر من صندوق التماسك الاجتماعي بحوالي 1,200,000,000 درهم اللي كتمشي 857 مليون درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية و 280 مليون درهم لفائدة المراكز الاستشفائية. ولكن ملي عطتني هذه الفرصة إذا سمح لي السيد النائب المحترم، صندوق التماسك الاجتماعي يمول أيضا الأرامل اللي الطلبات الموضوعة وصلت 52,900 والطلبات المقبولة 45,280 أرملة عبر الدعم المباشر من صندوق التماسك الاجتماعي. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. السيد الوزير، في الحقيقة تلقوا راسنا محرجين كنواب برلمانيين في إطار هذه الجلسات ديال الأسئلة الشفهية، منين كنجيو كنسولوكم أسئلة وكتجاوبونا أجوبة. المواطن كيشوفنا دابا كيتصنت كيسمع الدعم ديال الدولة ديال 8 مليار سنويا، تيبقى يشوف في الواقع تيقلب على داك 8 مليار ما كيلقاهاش. الله يكثر خيركم السيد الوزير، منين تعطيني 8 مليار قول لي كيفاش كتمشي هاد 8 مليار. انتم التزمتوا من بعد في سنه 2012 من بعد ما تم العرض ديال التجربه النموذجيه بانكم تعطيو 3 مليار ديال الدرهم سنويا في افق اننا نوصلوا ل 8.5 مليون يعني في سنه 2015. هذاك 3 مليار ديال الدرهم ما كنشوفوهاش، تنقلبوا الميزانيه ديال وزاره الصحه ما كنلقاوهاش، كنقلبوا الجهات اللي هي خاصها تاخذ هاد المنح ما كنلقاوش هاد 3 مليار ديال الدرهم. انتم التزمتوا امام جلاله الملك وامام الشعب المغربي انكم تعطيو 3 مليار درهم ما كتعطيوهاش. اليوم كتقول لي الصيدليه المركزيه مليار الى اخره، فين هي داك 3 مليار درهم السيد الوزير؟ بغينا نشوفوا هاد 3 مليار ديال الدرهم. هكا كتهضر لي على صندوق التماسك الاجتماعي، صندوق التماسك الاجتماعي كيتحطوا فيه واحد العدد معين ديال الفلوس، هادوك الفلوس السيد الوزير ما دايرينش لينا، ما كتقولوش لنا لنظام مساعده طبيه مخصص. انتهى الوقت السيد النائب، شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ السيد الوزير ثواني معدوده ايضا. تتقول لي فين؟ فين راه في القانون المالي اللي كتصدقوا عليه؟ ايوا صافي غادي نقلبوا عليه وغادي تلقاوها. شكرا السيدة الرئيسة. شكرا السيد الوزير. معايير تحديد تصنيف سيارات القطاع السياحي والمعدني لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل وضع السؤال. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. في إطار الاختصاص الموكول لوزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص تحديد تصنيف السيارات وفرض الضريبة المستحقة عليها، بناء على نسألكم السيد الوزير عن المعايير المعتمدة فيما يخص تحديد تصنيف سيارات القطاع السياحي، وشكرا. جواب السيد الوزير، تفضل. أعتقد أن السيد النائب المحترم يفكر في طبعا تشجيع هذو القطاعين ديال القطاع السياحي والقطاع المعدني عبر الضريبة على السيارات، ولكن ما نجاوبكش عليها لأن ماشي هو هذا المجال للمناقشة. مجال المناقشه هو ان هذا مقتضى قانوني خصو يدخل في قانون الماليه. ولكن ملي عطاني هذه الفرصه بغيت نخبر السيدات المواطنات والساده المواطنين انه ابتداء من الغد بالنسبه لهذيك لافينيات ما تبقاش تخلص فقط من دار الضريبه، وان كان دار الضريبه تبقى يعني تستخلص الا بغاو. غادي ندوزوا من 100 نقطه تواصل مع المواطنين بالنسبه لافينيات الى اكثر من 10,000 نقطه تواصل. الابناك والشبابيك الاوتوماتيكيه وشبكات هذيك التسهيلات اللي كتخلص الماء والضوء، وايضا الانترنت. بالانترنت يمكن كل مواطن يخلص هاد لافينيات اللي ما يبقاش هذاك الماكارون، ما يبقاش كيكون هي توصيل، واللي غادي تتهم حوالي كما قلت يعني 3 مليون ديال 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 الحضيره ديال السيارات. وهذا داخل في سياسه الحكومه من اجل تسهيل يعني المرافق العموميه والخدمات العموميه بالنسبه للمواطنين. شكرا السيده الرئيسه. شكرا السيد الوزير. من فضلكم السيدات والساده النواب لننصت الى بعضنا البعض، الله يخليكم. تفضل السيد النائب. تعقيب. الو. شكرا السيد الوزير المحترم في الحقيقه على هذه الايضاحه وعلى هذه الامور اللي هي سهلتوا في هذا العهد اللي هي تيجلى عليكم التاريخ.
كعادتكم، وهذا هو الملموس. وفي الحقيقة مستعملين هذه الوسائل مستبشرين خير. إلا بالإضافة سيد الوزير، في إطار الاهتمام بتشغيل ودعم الطبقة المتوسطة والضعيفة التي تشتغل في القطاع المعدني، سيد الوزير السيارة التي نتحدث عليها هي السيارة المستعملة في قطاع السياحة، التي تؤدي وظيفة مهمة جدا في إطار تجارة مهمة، لكن عند نهاية ترخيص لها تتم 5 سنوات اللي هي في الحقيقة تتعطيها باش تشتغل في قطاع السياحة، تتولي تشتغل في القطاع المنجمي والمعدني على الأخص، وبالأخص في المناطق المتضررة للهشاء، هي جهة درعة تافيلات الآن اللي تضم 5 الأقاليم كلها ضعيفة، وتستعمل هذه السيارات التي القيمة ديالها ما تتفوتش 80,000 درهم 70,000 درهم. نلتمس السيد الوزير باستثناء لتحديد القيمة المؤدة عنها تمر على قطاع على غرار وزارة الفلاحة، في الحقيقة اللي تستفد من هذه الاستثناءات هذه المستعملين هذه السيارة التي القيمة ديالها 70,000 درهم وتؤدي 20,000 درهم ديال لافينيت، فهم عاجزون على أدائها. وكيف نفكر في تشجيع هذه الطبقة المتوسطة والضعيفة؟ نلتمس من السيد الوزير هذا الاستثناء أن تعطي تعليماتكم فيه أو يدوس في القانون المالي. شكرا سيد الإجراء. انتهى الوقت. شكرا سيد النائب. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي. هل هناك رد سيد الوزير؟ شكرا. عوائق تنفيذ ميزانيات الاستثمار العمومية لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل واضع السؤال. مشكورا. تفضل سيد النائب. سيد الوزير، ميزانية كبيرة تخصص الحكومة للاستثمار العمومي، لكن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 2/3. نسائلكم السيد الوزير عن عوائق هذه العملية وعن الإجراءات المتخذة لتحسين نسبة التنفيذ. شكرا. شكرا. جواب سيد الوزير. داعية للتذكير بالعلاقة اللي كاينة بين الاستثمار العمومي ونسبة النمو. السنوات الماضية كلها كان هناك جهد كبير من طرف الحكومة لأجل أن يستقر الاستثمار العمومي بكل يعني بكل أنواعه في 189 مليار درهم. بالنسبة للاستثمار العمومي ديال الميزانية هناك فعلا يعني واحد التأخر فيما يتعلق إثبات الإنجاز، ولكن تحسن في هذه النسبة. هذه نسبة الإنجاز اللي هي لو تو دي ميسيون يعني نسبة الأداء ارتفعت من 59% سنة 2012 إلى 68% سنة 2014، ومن المنتظر إن شاء الله هذه السنة نسبة الأداء توصل إلى 70%. وهنا إذن هناك تحسن وهناك مجهود يجب أن يستمر من طرف القطاعات العمومية من أجل مواصلة التحسن. طبعا هناك إصلاح كبير اللي هو القانون التنظيمي المالية اللي غيزيد من تحسن ديال نسبة الإنجاز، واللي جاء بأشياء ومستجدات هامة. أولا تحديد الاعتمادات المرحلة في نسبة 30% من اعتمادات الأداء، لأن ذاك الكريدي دو روبور ما كانوش كان الوزاره كتصرف، ولكن في اخر السنه الا ما صرفاتش كدير الكريدي دو روبور، وما يكونش هناك يعني واحد النوع من العقلنه. اعتماد البرمجه الميزانيه ل3 سنوات، اصلاح مراقبه النفقات العموميه، دعم التدبير لمركز النفقات، هذه كلها اجراءات غتحسن من نسبه الاداء ديال الاستثمارات العموميه. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. تفضل السيده النائبه. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، فعلا السيد الوزير نحن نشيد بكل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ونحن كأغلبية نتحمل مسؤوليتنا في هذا المجال. وهذه الإصلاحات بدأت تعطي نتائجها بحكم ما تقدمت به السيد الوزير بتحسين ديال تنفيذ ميزانية الاستثمار، لكن ما يعرف بمعدل فعالية الاستثمار العمومي اللي هو مقياس ديال الوحدة الضرورية من معدل الاستثمار اللازمة من أجل الحصول على نقطة من الناتج الداخلي الخام، هذا المعدل مازال في المغرب ضعيف بعض الشيء مقارنة ليس مع بلدان الجوار ولكن مع البلدان المتقدمة، بحيث أن في الدول المتقدمة هذا المعدل بين 3 أو 4 نقاط، وفي المغرب بين 5 و6. وهذا المعدل اللي هو جد مهم، هذا المشكل كيرجع لعدة أسباب من بينها ضعف الرأس مال البشري، وكذلك المردود تكثيف الاستثمار العمومي ديال المردودية على المستوى المتوسط، وكذلك بعض النتائج اللي جات بها الحكومة وعلى حسب الدراسة اللي قامت بها الحكومة مشكورة حول أسباب حول شو سميتو
دراسة حول معيقات النمو، يعني هذه الدراسة اللي كانت جد مهمة وعطت نتائج جد مهمة، فاحنا كنطالبوا منكم سيد الوزير أنكم تسرعوا. انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك تعقيب إضافي واستنفدتم كل الوقت. سياسة الرامية إلى الخروج من التبعية الطاقية لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاتحاد الدستوري، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا، تفضل. السيد الوزير، السيد وزير الطاقة والمعادن، السؤال موجه إليكم. تفضل السيد نائب. شكرا السيدة رئيسة. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن سياستكم للخروج من التبعية الطاقية، وكمثال يعني ما زلنا نستورد ما يعادل 17% من الحاجيات للطاقة الكهربائية من إسبانيا، وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد نائب محترم. أولا هذا المؤشر اللي شرطوا ليه السيد النائب في معرض السؤال ديالكم ديال الاستيراد، وفي حق ماشي هو المؤشر ديال التبعية الطاقية، لانه التبادل مع اسبانيا هو تبادل عادي، حنا تنشريو باثمنه جيده بالنسبه لنا، بالعكس حنا باغيين نديروا تثليت ديال الخط الكهرباء مع اسبانيا، وباغيين نديروا خط كهربائي مع البرتغال، وعوالي ان شاء الله نديروا خط مع موريتانيا، لان بغينا نكونوا واحد السوق مشتركه، وهذا بطبيعه الحال ملي تتكون السوق تيكون الشراء باثمنه معقوله. فين عندنا التبعيه الطاقيه في الحقيقه؟ وفي 2007 2008 كانت التبعية ديالنا للخارج تقريبا 98%، الآن نقصت احنا حوالي 94.5%، لكن هذا أساسا تيدار الآن في إطار الاستراتيجية الطاقية باعتماد إدخال الطاقة المتجددة. كنا محددين هدف باش نوصلوا 42% سنة 2020، الآن مع الإعلان اللي داروا جلالة الملك في قمة الأطراف في باريس غادي نمروا إن شاء الله 52% في أفق 2030، وهذا غادي يعطينا إمكانية باش نطوروا الشمسي والريحي والكهرومائي والراجح كذلك مصادر متجدده، وهذا هو اللي غيخلينا بمنأى عن هذه التبعيه الطاقيه باعتبار ان هذه بدائل محليه سيتم تطويرها محليا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، وكما جاء في جوابكم يعني حاليا يعني المغرب يواجه تحديات كبيره في مجال توفير الحاجيه الطاقيه، استيراد ازيد من 95 الى 97%، نمو الطلب يزداد يعني سنوي ب 6% والسنوات المقبله ربما يتضاعف 3 أو 4 ديال المرات، تقلب في اسعار النفط، المخاوف من ظاهره الاحتباس الحراري. اذا كان لابد من نجاح السياسه ديال النجاعه الطاقيه وتقليص التبعيه الطاقيه. سيد الوزير، لكن جوج شقين في المداخله، اذا تكلمنا على الطاقه المتجدده وبفضل يعني الرؤيه الاستباقيه لصاحب الجلاله، يعني لا احد ينكر انه المغرب اصبح من البلدان الرائده في مجال هذا بخصوص الطاقه المتجدده، لا قاريا ولا عالميا، مشاريع ضخمه، ترسانه قانونيه 42%، واللي تكلم الوزير المحترم على 52% في افق 2030، لكن في المنظومه الطاقه السيد الوزير الشق الثاني كان واحد التعطر ديال الحكومه في مجموعه ديال النقاط ونسائلكم فيها السيد الوزير. أولا، مدى عن تفعيل خارطة الطريق للادخار الغاز الطبيعي المسال. السيد الوزير المحترم، حاليا الأسعار مشجعة جدا. الوزير، مجموعة ديال الدول استفدت من الأسعار للمغرب، نسائلكم مادا عن بلادنا. السيد الوزير، بخصوص عودة بناء المحطات لتخزين هذا الغاز، كان مرتبق في 2021، مرتقب في 2021 مجموعة المحطات يتم إنشاؤها. السؤال كذلك السيد الوزير، القانون المنظم لهذا الغاز السيد الوزير كذلك. السيد الوزير الثاني، نتكلموا على النقطة الرابعة عن لاسامير. وشنو هو المنظور ديال الحكومة بالنسبة لاسامير؟ واش تبقى حلة؟ واش غادي تسد هاد لاسامير؟ كذلك حاليا هذه المواد اللي نجيبوها تجي عبر البواخر، وغدا غتكون الظروف الجويه غير ملائمه، واش غادي نكونوا نحترموا ديك المواقيت ولا التوقيت اللي تدخل فيها هذه البواخر كامله للميناءات، وما يكونش واحد المشكل بالنسبه للتزويد ديال البلاد بالنسبه لهذا المواد.
بالنسبه لمجموعه ديال الدول اللي كذلك في القوانين الماليه ديالها خصت اكثر من 1% بالنسبه للطاقات المتجدده. ماذا نحن احنا سي الوزير في المغرب؟ وكذلك ما زلنا ننتظر يعني واحد المؤسسه مستقله للرقابه وحمايه المستهلك. وشكرا سيد نائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ ليس هناك من تعقيب اضافي. رد سيد الوزير على التعقيب. لا، هو الطاقات المتجدده الان كما تفضلتي جلاله الملك اعلن على رقم جديد اللي هو 52% في 2030. غادي نوصلوا ليه ان شاء الله، لانه الان عندنا تجربه في هذا المجال ديال الطاقات المتجدده. هذه يسمح لنا بطبيعه الحال باش نخفضوا التبعيه الطاقيه ديالنا. الوقت لا يتسع للتفصيل، لان ما كاينش غير الطاقات المتجدده، كاين حتى النجاعه الطاقيه، كاين الاستمرار في التنقيب على البترول والغاز. تفضلتي تكلمتي على الغاز الطبيعي المسال. الغاز الطبيعي المسال هذا مشروع ضخم جدا. الاجال زيرناها باش نبداو، راه البارح بدا طلب ابداء الاهتمام. هذا مشروع ديال 40 مليار ديال الدرهم. في 2020 ان شاء الله غادي تدخل اول قطرات ديال الغاز الطبيعي المسال اللي غتكون موجهه للكهرباء اساسا، ومن بعد داك الشيء للصناعه. لا يمكن الحديث عن التخزين لان هذه القضيه ما كايناش، هذه عقود طويله الاجل اللي غيكون هو غيكون عندنا مركب مينائي خاص في الجوف الصفر، وغيكون عندنا واحد الانبوب اللي غادي يربط مع الانبوب ديال المغاربي واللي غنستعملوا كما قلت في سميتو. بالنسبه للشركه ديال سمير، نحن كنا واضحين. شكرا السيد الوزير، انتهى الوقت. شكرا شكرا. انقطاعي في التيار الكهربائي للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فليتفضل وضع السؤال. مشكورا. تفضل سيد النائب. سيد الوزير، تعرف بعض المناطق بالعالم القروي بصفة عامة وأقليم وزان بصفة خاصة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها للحد من هذه الظاهرة؟ شكرا. جواب السيد الوزير. السيد النائب المحترم، هذه القضيه ديال الانقطاعات لا يجب التعميم. اولا لانه المؤشرات اللي عندنا هي مؤشرات في مجال انقطاع التيار الكهربائي قريبه من الدول ديال المحيط، حتى بعض الدول الاوروبيه بحال البرتغال. اللي كاين هو انه كاين واحد العدد ديال الانقطاعات اللي هي اما تتكون انقطاعات مبرمجه من اجل القيام باعمال الصيانه والتقويه وتجديد المنشات الكهربائيه، او تتكون انقطاعات استعجاليه غير مبرمجه، وهذه للاسف الشديد يمكن توقع فيها بعض الاعطال، وتيمكن تكون في بعض الحالات مثلا بعض السرقات اللي تتادي لهذه الانقطاعات. ولكن اذا كانت هناك بعض الامور اللي مرتبطه باحياء معينه، فهذه غالب الظن اما تدخل في اطار الصيانه او تتكون بعض المشاكل التقنيه. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، احنا لما طرحنا على الحكومة هذا السؤال بغينا نثيروا انتباه الحكومة إلى المعاناة التي تعاني منها الساكنة بالعالم القروي. الانقطاعات كاينة وبدون سابق إعلام، وكتعرفوا على أن الناس بالعالم القروي تيتسوقوا مرة في الأسبوع. لما تيتسوقوا ويجيبوا هذيك الصخرة ديالهم يحطوها في الثلاجة ويدعوا لهم بحيث يقع الانقطاع بدون سابق إعلام. هذا من جهة. من جهة ثانية، في بعض الأحيان بدعوى عدم الاداء يتم نزع العداد الكهربائي بدون سابق اعلام، وكترفضوا القاعده العامه الدين مطلوب وليس محمول. على الاقل يوجهوا الناس واحد الانذار باش انهم يشعروهم بالاداء. ثانيا، هذا اولا. ثانيا، المكتب الوطني للكهرباء لا يلتزم بالاتفاقيه التي يبرمها مع بعض الجماعات من اجل تزويدها بالتيار الكهربائي. ونعطيكم نموذج سيد الوزير. عندنا في جماعة صغيرة دوار في الدان عبد الله، أدت الجماعة القسط ديالها ونفذت كل التزامات ديالها، والساكنة ديالها الدوار هذه أكثر من 15 عام هما الآن بدون تيار كهربائي. هاد الناس هادو تيشعروا بالحقرة. وما قلته على جماعة صغيرة ينطبق على جماعة ترواد، جماعة سيد حمص سرك، سيدي بوصبار، مجعرة، شكرا بقرة. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك من تعقيب.
لا تفضل، لان كنشوف خاص نعطيه تفضل السيد نائب. الصوت صوت صوت لكن ما يبعش في الوقت. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، في نفس الاتجاه السيد الوزير بغينا ننبهوا الحكومة لهذا المشكل ديال القطاع ديال التيار الكهربائي. وهذا السيد السيد الوزير ماشي حالة عابرة أو صيانة، للأسف هذا ولات حالة متكررة خاصة في العالم القراوي. الساكنة القراوية السيد الوزير اللي كانت تعتبر الكهرباء نعمة أصبحت تعتبر هذا القطاع ديالو في هذه الظروف نقمة، لأنه يؤثر على العيش ديالها، يؤثر على ديك الانشطه المتواضعه اللي كاينه في العالم القراوي. للاسف السيد الوزير حتى بعض لي سونخ ديال الدياليز عندنا في بعض المدن الصغرى كتعاني من هذا الانقطاع المتكرر، وبالتالي كنأثروا على صحه المواطنين. المشكل من جاي السيد الوزير؟ ان هذا البرنامج الكبير الوطني فيه غياب استراتيجيه ديال الصيانه. من لقاو مقاوله وحده في جهه كبرى، من لقاو مقاوله كتسوطريتي 4-5 المرات السيد الوزير هذا المشكل ديال الصيانه. الأعمدة طايحة، السلوكات طايحة. السيد الوزير بغينا الله يرضي عليكم نكون عندنا في هذه الاستراتيجية ديال الكهرباء القروية واحد الاستراتيجية كذلك واضحة ديال الصيانة اللي كتضمن أنه هذه القطاعات تكون مبررة وتكون معللة، وكذلك المقاولات اللي كتقوم بها تكون مراقبة وتكون هناك حكمة ديال هذا الشيء. لذلك السيد الوزير بغينا الكهرباء يبقى نعمة على الساكنة لا في المدن الصغرى ولا في العالم القروي. شكرا السيد الوزير. شكرا. هل هناك من تعقيبات أخرى؟ ليس هناك من رد السيد الوزير على التعقيب أو على التعقيبات. شكرا السيدة الرئيسة. لا هو إن شاء الله الكهرباء غيبقى نعمة. راه الكهرباء ما نساوش بأنه رحنا انتقلنا من 18% في أواسط التسعينيات إلى 99.5% بالنسبة للعالم القروي. أنا لم أنكر يوما ولن انكر انه كاين بعض المشاكل، لان من تتنتقل 99.5% طبيعي ان كاين بعض الاشكاليات. انا كنت نتمنى من السيد النائب يحدد لي الجماعات كنت نجي نجاوبه، ولكن السؤال هو سؤال عام لا يمكن ان اجيب عليه الا بشكل عام. ولكن اذا كانت هناك انقطاعات تتحدث عنها السيد النائب في الجماعات اللي ذكرتي، مرحبا، المكتب ديالي مفتوح. ولكن ما زلت نكرر واحد القضيه، حنا عندنا بعض الاشكالات لا انكر ذلك، عندنا اشكالات فيما يتعلق بالقوة ديال التيار في بعض المناطق اللي لقينا فيها إشكال باش نديروا محطات بسبب مرة أخرى عدم استفهم السادة ديال المنتخبين في واحد العدد ديال المناطق. لكن اللي احنا خدامين فيه الآن هو تقوية الشبكة الكهربائية ديالنا، شبكة النقل بشكل عام والشبكة ديال التوزيع، وتجاوز هذه الإشكالات اللي يمكن توقع من خلال هذه الأعطال. غير اللي خصنا نفرقوا، لانه بعض السيد النائب تكلم على بعض المناطق في العالم القروي، ولكن هذا فيه تعميم عن اي مناطق نتحدث. لانه من يكون الكهرباء واصل لمنطقه معينه ان تقع بعض الانقطاعات هذا متفهم، ولكن ان نعمم ذلك على الصعيد الوطني انا اتساءل، واذا هذه الكهرباء اللي تنتجوها فين تتمشي؟ رحنا هذه السنه نتجنا 32,000 جيجاواتور ساعه، فين غتمشي هذه الكهرباء اذا كان هذا التعميم غير موجود؟ لا، يجب ان نضع الامور في نصابها ونقول في هذه جماعه وقع في اليوم الفلاني او في الشهر الفلاني في الاسبوع الفلاني، وانذاك نعالج هذا الامر. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعميم المصابيح الاقتصاديه لسيدات وسادة النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه، فليتفضل وضع السؤال. مشكورا. ومرة أخرى أناشدكم سيدات وسادة النواب أن ننصت لبعضنا البعض. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير المحترم، شملت استراتيجية الاقتصاد في الطاقة الكهربائية هدف توزيع أكثر من 22 مليون مصباح اقتصادي في سنة 2009، إلا أنه بعد مرور 5 سنوات لم يتم توزيع سوى 5 ملايين مصباح من طرف المكتب الوطني للكهرباء. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الأسباب التي حالت دون تعميم استعمال المصابيح الاقتصادية، وعن الإجراءات التي ستقومون بها لتدارك النقص، وشكرا. شكرا سيد النائب. جواب السيد الوزير. سيد النائب صحيح، هو في هذه القضية ديال توزيع المصابيح هو واحد الشق داخل في إطار النجاعة الطاقية اللي فيها توزيع المصابيح. فعلا كان يعني البرنامج السابق يتحدث عن 22.7 مليون ديال المصابيح، لكن السبب الرئيسي في التأخر كما لا يخفى عليكم السيد النائب لأنكم تبعتوا هذه القضية، كانت هناك وضعية ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح والشرب لا تسمح له بذلك. الآن في
إطار العقد البرنامج ما بين الدولة والمكتب الوطني تم التنصيص على مواصلة هذا الإجراء المتعلق بالتحكم في طلب الكهرباء من خلال مواصلة برنامج الاستبدال التدريجي لحوالي 10 ملايين إضافية من المصابيح العادية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، وهذا سيتم إن شاء الله لأن الأمور ديال المكتب الوطني بدأت تحسن على مستوى المؤشرات ديالو. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. جواب تعقيب السيد النائب. سيد الوزير المحترم، والمغرب سيد الوزير ستتوجه الأنظار بمناسبة انعقاد قمة المناخ بمراكش نوفمبر 2016، والذي سيحدث دينامية لا شك فيها في هذا المجال، وتعتبر النجاعة الطاقية مجال مهم في هذا الإطار. الشيء الذي يحيلنا لموضوع السؤال على مستويين: النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية سيد الوزير، والتي باستعمالها سنتعدى أو نتخطى الحاجز ديال 50% من التخفيض، وله جدوى اقتصادية جد مهمة على الجماعات المحلية. المستوى الثاني على مستوى النجاعة الطاقية في الإنارة المنزلية، وعلينا أن نعترف بفشل المقاربة الأولى بتكليف المكتب الوطني للكهرباء، لذا نقترح وضع برنامج وطني السيد الوزير لتعميم المصابيح خاصة من النوع الجديد للليد بإشراف لاديري الوكالة الوطنية لتصوير الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، وإجراءات ضريبية لتشجيع المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي على حساب المصابيح العادية. انتهى الوقت. شكرا سيد نائب. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي. الرد سيد الوزير على التعقيب. هو السيد النائب، الآن عندنا مؤسسة هي حاملة لهذا المشروع. هذه المؤسسة كانت عندها إشكالات، هذه الإشكالات الآن لم تعد قائمة وأصبحت هناك تحسن. هناك واحد تجربة الآن بدأت، راه في 2015 توزعت مليون مصباح بالتعاون مع الوكالة الألمانية، وانا اعتقد ان هذا الشيء غيقبض الطريق ديالو الان في السنوات المقبله لنصل ان شاء الله الى ما تم التنصيص عليه الان في اطار عقد البرنامج ديال 2014-2017 والذي يتعلق ب 10 ملايين اضافيه من المصابيح. شكرا السيد الوزير. تعميم الكهرباء ببعض الجماعات القرويه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للاحرار، فليتفضل احد واضع السؤال. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. سيد الوزير، نسألكم عن استراتيجيات الحكومة لتعميم الربط بالكهرباء. شكرا. جواب سيد الوزير. سيد نائب محترم، مرة أخرى للذكرى، حصيلة البرنامج الكهرباء القروي الشمولي إلى ما تم شهر أكتوبر 2015، منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 1996 تمت كهرباء 39 ألف دوار من 2 ملايين المساكين، أي ما يفوق 12.5 مليون نسمة، بواسطة الربط بالشبكة الوطنية وتركيب 51 ألف لوحة شمسية ب 3663 دوار بتكلفة تناهز حوالي 22.5 مليار ديال الدرهم، وبهذا تبلغ نسبة الكهرباء القروية المسجلة لحد الآن 99.13%. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا السيد الوزير، مرة أخرى نتمم المجهودات التي تقوم بها الحكومة في إطار هذا البرنامج، إلا أنه السيد الوزير رغم المجهودات اللي دارت، ففي الحقيقة ملي تنشوفوا الإحصائيات ديال الدور تنقولوا وصلنا 99%، ولكن الإشكالية راه باقي عندنا. أولا فواحد العدد ديال الديور اللي ما تيوصلهمش الضوء ملي تيوصل الدوار، راه واحد العدد ديال المنازل اللي ما تيوصلهاش الضوء، بالاضافه الى واحد العدد ديال المنازل اللي بقات مثلا في العدد ديال الدور اللي تربطوا في اطار مثلا الاشهر الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، اولا اللي كانوا تنساو في المره الاولى، وكذلك في اطار التوسع العمراني اللي تيعرف واحد جميع الدواوير. لهذا السيد الوزير تنشدكم وتنطلبكم باش يدار واحد المجهود جبار من اجل التعميم، لانه في الحقيقه الهدف ديالنا الا كنا وصلنا 99% وبقى لنا 1% ولا جوج، راه ديك جوج تتشكل لنا مشكل. اذا الهدف ديالنا هو جميع الساكنه ديالنا يوصلها الضوء. ونعطيكم مثال السيد الوزير في الاقليم ديال زاكوره، اللي رغم المجهودات اللي تتقوم بها الوزاره والعدد ديال الصفقات اللي تتقوم فيها، فواحد العدد ديال الجماعات ما تستافدوش من هذا الاطار، من هذه الصفقات ديال التوسيع.
نعطيك مثال جامعه ايتولا، النقوب، طامزموت، تامكروت، تغبلت، واحد العدد ديال الجامعه عمرها ما استفدت في هذه البرامج ديال التوسيع، رغم المجهودات اللي تتقوم بها الجامعات من الفائض ديالها من الميزانيات ديالها، ولكن بغيناكم السيد الوزير تقوموا بالمجهود. ثانيا السيد الوزير كاين اشكاليه ديال واحد العدد ديال الدور اللي كانوا تربطوا في الاول، ولكن الان تيطرح مشكل، عندهم مشكل ديال المحولات، دوك المحولات اللي كانت داروا 10 سنين و15 عام تجاوزوا نظرا للتوسع اللي تيعرفوا العدد ديال الدور، ثم اشكاليه ديال البطاقه ديال العدادات السيد الوزير، راه كاين مشكل كبير فيما يخص العدادات، واحد العدد ديال الناس تيخلصوا الرفض ديالهم وما تيلقاوش العدادات، وتنطلبوا منكم باش يوفروا العدادات، خاصه العدادات اللي تيخدموا بلاكار. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات اضافيه؟ هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل سيد النائب من فريق تقدم ديمقراطي. تفضل سيد النائب. السيد الوزير كان تمنى وتعطيه شوية ديال الأهمية لتوسيع الشبكة، أن كاين بعض التجمعات السكنية اللي ما كترقاش المستوى ديال الدوار، وإنما كتبقى مجموعة المساكين كتبعد على الأعمدة الكهربائية بأمتار معدودة، والمكتب الوطني للكهرباء حط معايير اللي كتحرم هاد التجمعات السكنيه، وخاصه ملي كيتعدى 45 متر. كنتمناو السيد الوزير تلقاو حل لهذا الاشكال، وكذلك تغيير بعض المحولات، لان المناطق القرويه غالبا كيستغلوا العدادات ديالهم في الاستغلال. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات اضافيه اخرى؟ تفضل السيد نائب من العداله والتنميه. تفضل سيدة الرئيسة، سيد الوزير، كاين بعض الدواوير، بعض الجامعات القروية اللي الإمكانيات المالية نتاعها ضعيفة، بغينا الدولة تدخل هاد الدواوير هادو هي تكلف تدير لهم الكهرباء. نعطي مثال، دوار الدرافيف هو على جنب وجدة ولكن محروم من الكهرباء. شكرا. شكرا سيد النائب، ليست هناك تعقيبات إضافية أخرى، رد السيد الوزير على التعقيبات. لا، بالنسبة للرسالة السادة النواب فيما يتعلق بالمحولات وفيما يتعلق بالصيانة، رسالة وصلت. على كل حال هناك أمور بطبيعة الحال يجب أن نركز عليها وأن نقوي منها، لأن هذه تطرح بعض الإشكالات فعلا، وما عندي ما نقول فيها. طيب، نعاود نتكلموا دابا على القضية ديال الكهرباء، لأنه السادة النواب ماشي هذه أول مرة تيطرحوا واحد المجموعه ديال دواوير في جامعات غير مرتبطه بالكهرباء. مين تنقولوا غير مرتبطه بالكهرباء يعني غير مرتبطه بالشبكه، والا راه عندنا مشروع الان مع الامارات العربيه المتحده فيه تقريبا واحد 900 مليون ديال درهم، اللي غيكون حول الالواح الشمسيه المنفرده بمواصفات عاليه. انا مازال تنقول المشكل اللي عندنا في تنزيل المقتضيات ديال البرنامج الكهرباء الشمولي هو عدم التزام الأطراف الأخرى. أنا قلت مرارا وتكرارا لا يمكن، يعني لا عقلا ولا منطقا، أن نطالب المكتب الوطني باش هو يقوم بهذه الاستثمارات، لأنه في نهاية المطاف فيها نفقات باهظة جدا، والحال أن الشركاء المعنيين لا يؤدون. هناك إشكاليات على مستوى الجامعات المعنية يجب أن تعالج، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، داك الشيء اللي دخلنا الان في البرنامج اننا يمكن لنا نمشيو حتى 80,000 درهم بالنسبه للمسكن الواحد، لكن فوق 80,000 درهم من الصعب، يعني لا يمكن ان نطالب الدوله الان بان تدخل الكهرباء الى دور اللي يمكن توصل الكلفه ديالهم حتى ل 500 او 600,000 درهم. انا متفق ان نجد الحل، لكن هذا الحل يجب ان نجده يعني مع الاطراف المعنيه، المكتب الوطني من جهه تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن، لكن الجامعات، مديرية الجامعات المحلية وغيرها، لأن هناك التزامات يجب أن تؤخذ. لما تؤخذ هذه الالتزامات تتولي مسؤولية المكتب الوطني أنه يكمل هذه المشاريع ويأخذ يدير الصفقات ويتابع الشركات، حيث فعلا بعض الشركات تتأخذ طلبات العروض تتوقع لها مشاكل، هذيك صحيح مسؤولية المكتب، لكن المسؤولية ديال عدم الاداء هذه ليست مسؤوليه المكتب بل مسؤوليه الشركاء الاخرين الذين لا يدفعون ما بدين. شكرا. باقصاء بعض الساكنه من التزويد بالشبكه الكهربائيه لسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه فليتفضل وضع السؤال. مشكورا. تفضل سيد. شكرا سيده الرئيسه.
السيد الوزير المحترم، على الرغم من الجهود المبذولة لتعميم الاستفادة من الكهرباء بالعديد من الأقاليم النائية، فإن ساكنة بعض الدواوير بالعالم القروي لا زالت محرومة من هذه المادة الأساسية في الحياة بعد الإقصاء غير المبرر الذي طالها. فمتى سيتم تمكين هذه الساكنة المحرومة من الكهرباء كما هو الشأن بالنسبة لساكنة بعض الدواوير بالأقاليم الجنوبية الشرقية وبإقليم فيجيج وكذلك بعدة دواوير بإقليم مولي يعقوب وغيرها؟ شكرا. إذن فما هي الإجراءات المتخذة لرفع الحيف عن هذه الساكنة؟ جواب السيد الوزير. سيدتي الرئيسة، مرة أخرى أذكر بأنه بالنسبة للحكومة المغربية السكان متساوون. إحنا تنتكلموا على مشروع ديال برنامج الكهرباء الشمولي الذي يهم جميع مناطق المغرب ضمن مواصفات محددة فيها بطبيعة الحال كما قلت الاتفاق على المشروع، التوقيع عليه، الشركاء. فأي منين تتوفر هذه المواصفات راه تنقوموا بالكهرباء. الآن إذا كانت، لأنه السيد النائب تكلم بشكل عام والعام هنا غير محدد، إذا كانت هناك بعض الجماعات التي يريد السيد النائب أن يستوضح فيها فليطرح فيها سؤالا مباشرا حتى أتمكن من الإجابة، لأنه بشكل عام أنا تكلمت على النسب وعلى ما أنجز لحد الساعة. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. أرجوك الوقت ما نضيعش فيه. شكرا السيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، إن ساكنة العالم القروي تعاني من مختلف مظاهر البؤس والحرمان، ماشي غير الكهرباء، بما فيها الكهرباء، الماء الصالح للشرب، المسالك، الصحة، التعليم، النقل وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة التي من المفروض أن توفرها الدولة لهؤلاء المواطنين وأنتم تمثلون الدولة. السيد الوزير المحترم، نتكلم معك بالتفصيل. إقليم مولي يعقوب الذي أحظى بشرف تمثيله، نعطيك 11 جماعة قروية تكلمتوا على 99.5% من الكهرباء، تنقل لكم بأنها ما وصلتش حتى 75-80% من الكهرباء. ونعطيك جماعة قنصرة التي أحظى بشرف تمثيلها رئاستها، جماعة الوادين، جماعة عين بوعلي، جماعة ولا الطيب، جماعة انتهى الوقت. شكرا السيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ ليس هناك تعقيب إضافي. رد السيد الوزير على التعقيب. هو السيد النائب مشكورا، حبذا أن يطرح السؤال بشكل مباشر. من الجماعات كنت تطرح علي السؤال جاوبك، ولكن الآن تطرح سؤال عام ومن بعد تقول لي واحد المجموعة الجماعات، يعني هذا غير معقول. احنا الآن في واحد المؤسسة اللي خصنا نناقش وخصنا نعطيك المعطيات. تنقول كاين 99% ما كايناش شي منطقة في المغرب تتنزل على 85%، انت تتحدث على 75%، هذا غير صحيح. شكرا. مشروع المحطة الحرارية بإقليم آسفي والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. سيد الوزير المحترم، نسائلكم على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمحطة الحرارية بإقليم آسفي التي ستستغل بالفحم الحجري، وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب. اولا هذه فرصه باش نقول بان هذه المحطه الحراريه تندرج في اطار مشروع متكامل، لان هذه ماشي بوحدها، لان هذا الجرف الاصفر فيه تقريبا 2020 ميغاوات، عندنا المحمديه فيها 1000 ميغاوات، عندنا القنيطره 600 ميغاوات، وعندنا هذه غيكون فيها تقريبا 1386 ميغاوات بغلاف استثماري ديال 23 مليار ديال الدرهم. وفي هذا الغلاف الاستثماري السيد النائب عندنا واحد 3.5 مليار ضمن الغلاف الاستثماري اللي مخصصه اساسا لهذه القضيه ديال المواصفات البيئيه، اعلى مواصفات بيئيه كاينه على مستوى الدولي الان. هذه بطبيعه الحال للحد من الاثار السلبيه اللي يمكن يكون عند الفحم الحجري في انتاج الكهرباء، علما بان هناك دول اخرى لا تستعمل هذه المواصفات بالمره. لكن اللي بغيت نقول ان هذه غيكون عندها اثار بطبيعه الحال على الجهه كامله على المستوى الاقتصادي، لكن على المستوى البيئي انا اريد ان اطمئن المواطنين فيما يخص هذه المحطه التي اتحدث عنها.
فمواصفتها البيئية من أعلى ما هو موجود في العالم، ولهذا استطعنا نحصل على التمويل، لأن كاين دول تعتبر صارمة في هذا المجال خاصة اليابان. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. شكرا سيد الوزير. بمناسبة هذا السؤال، أولا كنجدوا الترحم على العمال اللي سقطوا من الرافعة المتهالكة، وكنعزيو العائلات ديالهم وكنطالبوا بحفظ الحقوق ديالهم، كما نستنكر المعاملة المهينة اللي كيقوموا بها المسؤولين الكوريين العمال والعاملات، وكنطالبوا بحفظ الكرامة ديالهم ونطالب بإرجاع العمال المطرودين. توطين المحطة الحرارية سيد الوزير بإقليم أسفي أزم الوضع البيئي لهذا الإقليم، لأنه كيعاني من تلوث ديال المعامل الفوسفات، واللي من المفروض هاد الفحم المستعمل هو ملوث، ولذلك كاين هناك تخوف لدى الساكنة. كنطالبوا باش الطمأنة اللي قدمته السيد الوزير في استعمال وسائل ديال الحد من الآثار البيئية تلتزم بها هاد الشركة وتلتزم بها المحطة، ونطالب كذلك باستثمارات تعود على هذا الإقليم من حيث التنمية، من حيث دعم البنيات الصحية، وأسفي تعاني من الجانب الصحي وما عندوش مستشفى متعدد التخصصات، وكذلك دعم أبناء المنطقة من حيث التشغيل. وكاين مشكل حقيقي كذلك يتعلق بدفن الرماد ديال هاد الفحم اللي هو مقرر باش يكون في جامعة أيير وخطة زكاة. انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب إضافي؟ ليس هناك أي تعقيب إضافي. رد السيد الوزير على التعقيب فيما تبقى من الوقت. المحطة الحرارية السيد النائب كن مطمئنا، مواصفات دولية بيئية. على كل حال راه 50% ديال الإنتاج الكهربائي العالمي تيدار من الفحم الحجري. الإشكالات إذا كانت هناك إشكالات بيئية أخرى هذه تعالج بشكل آخر، لكن نتكلم على المحطة. شكرا. شكرا. شكرا للسيد الوزير. تأهيل ودعم النقل المدرسي لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. الفريق الحركي، بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، السيدة الوزيرة، إخواني أخواتي، تعرفون أنه من أسباب انقطاع الدراسة في العالم القروي هو عدم توفر النقل المدرسي، والجامعات بإمكانياتها البسيطة استطاعت أن توفر هذا النقل، ولكن هذا النقل الآن أصبح مهترئاً ويمكن أن يسبب أحداث كثيرة. أسأل السيد الوزير، هل ستدعمون النقل المدرسي كما دعمتم النقل في الحضري لإمكانيات استبدال الحافلات القديمة؟ وشكرا لكم. جواب السيد الوزير. سيد الرئيس، شكرا سيد النائب محترم. بالفعل كما تفضل سيد النائب، الاهتمام بالمجال القروي واساسا في التعليم المدرسي يرتبط في جزء منه بضرورة تخصيص آليات للنقل المدرسي. تعلمون على ان هذا القطاع برمته هو قطاع يخضع لدفتر تحملات، بمعنى انه الاستثمار فيه متاح لجميع من يريد الاستثمار، سواء كان للنقل المدرسي للغير أو النقل المدرسي لصاحب المؤسسة بحد ذاتها. وبالتالي هذا دفتر التحملات نحن مستعدون في هذا الإطار بأن نزيد في تبسيطه، نحن مستعدون لدعم القطاع ديال النقل المدرسي، وقد وقعنا منذ أسبوع مع الجمعيات ديال النقل المدرسي دفتر تحملات جديد وعقد برنامج جديد اللي من خلاله تنحسنوا الجودة باش يولي ضرورة كل تلميذ يكون عنده كرسي عوض داك لي بونكيت اللي كاينين اليوم، بالاضافه الى اننا يسرنا المساله المرتبطه بالفحص التقني، وايضا المسائل اللي هي مرتبطه بالتكوين المهني الضروري لاصحاب النقل المدرسي باش يكونوا حتى هما متبعين السلامه الطرقيه. تمت مناقشه الدعم المالي للنقل المدرسي، يبدو انه لا زالت الفكره لم تنضج بعد. نتمنى على انه الساده البرلمانيين في اطار مقترحات ديال القانون المالي انهم يجيبوها، وحنا مستعدين اننا نناقشوها بطريقه اللي تكون ايجابيه وتعود بالنفع العميم على الابناء ديالنا في القرى. شكرا.
شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير شكرا على الجواب ديالكم، وكما تعلمون بان النقل المدرسي هو قطاع هو نقل غير مربح بالنسبه للخواص، والجماعات المحليه تتحمل مشاكل هذا النقل. ولذلك مناشدة في هذا الاجتماع المهم ان يدعم النقل المدرسي من طرف الدوله ومن طرف وزاره التعليم ومن غيرها. وبالنسبه لاستبدال الحافلات القديمه يجب ان تذهبوا في هذا المجال، وشكرا لكم. شكرا سيد نائب. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ تفضل الفريق الاتحاد السوري. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزير اعترف من قبل قليل على ان وزارتكم والحكومه بصفه عامه مازال ما اعطاتش الاولويه والاهميه لهذا الموضوع الحساس، واجمع باجماع الجميع طبعا ان الهدر المدرسي من الاليات اللي كتسبب فيه هو التنقل من والى المدرسه. لحد الان مازالت الجماعات تتخبط في معالجه هذا المشكل، ولكن في غياب واحد الاطار قانوني. حتى الجماعه راه ما عندها شيء واحد الاطار قانوني باش يمكن لها دبر النقل المدرسي، بحيث انها كتسند لواحد الجمعيات وكتعطي منح للجمعيات، وكنعرفوا ماذا يجري عبر الجمعيات عبر تغيير التركيبه ديال المجالس. وبالتالي ان جماعتين عامر والسهول غير بعيد من العاصمه لا زالوا. السيد النائب انتهى الوقت، شكرا. هل هناك تعقيبات اخرى في الموضوع؟ رد السيد الوزير على التعقيب. شكرا السيدة الرئيسة. لا انا ما عرفتش كيفاش استنتج السيد النائب المحترم انني قلت الحكومة ما تتعطيش اولوية لهذا القطاع، بالعكس انا قلت بان الحكومة من خلال وزارة النقل وايضا وزارة التربية والتعليم يقومان بالمجهود اللازم والضروري على اساس تطوير هذا القطاع، لكن في نفس الوقت قلت ان النقل المدرسي اختصاصاته مرتبطة بدفتر تحملات. نحن ما يمكن أن نفعله في الساعة الراهنة قبل ما تكون هناك مقترحات قوانين لتتمشي في إطار الدعم المالي لإعادة الحاضرة إلى آخره وتجديدها. احنا اللي هو مستعدين هو أننا جميع من عنده رغبة أنه يجي لهذا القطاع يستثمر أن يسروا له الأمور، ومنها أنه السيارات المستوردة من الخارج لتجي من جمعيات ولكن ما زال في حالة اللي هي جيدة، نقوم بتيسير كل الامور اللي هي مرتبطه بالتدبيرات الاداريه على اساس انها تكون الغرض ديالها وتمشي للمجال القروي باش تكون في التعليم المدرسي. نحن مستعدون لدعم هذا القطاع. المساله اللي مازال عندنا فيها نقاش واللي مازال خاصنا نطورها هو الدعم المالي لتجديد الحاضره، وما تبقى ففي اطار عقد البرنامج نحن نرتب. انتهى الوقت. نقل غير المنظم للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. تفضل سيدي. سيد الوزير، النقل ببادية هو قطاع غير منظم، وبالتالي تيبقى قطاع بني على ما يسمى فالآن بالعتقة، وكان تيتسمى بالخطفة، وهادو راه هو بتي تاكسي ديال البادية. كاين كذلك البيكابات اللي هما تيقوموا بواحد النقل بامتياز يوم السوق ديال الاسبوعي، وهادو تيقدموا واحد الخدمه للمواطنين جد مهمه، ولكن هما مكرفسين. يعني راك عارف واحد الاعداد ديال الممارسات اللي تترفع عليهم. مش والان سي الوزير تنشوفوا واش عندكم شي حل لتنظيم هذا القطاع ولا لا؟ كان ولا ما كانش تيظهر لي هذا قطاع ديال القرب، وعلاش ما تعطيوش للجامعات القرويه وما يتكلفوا به؟ ويمكن لكم تديروا واحد الدفتر لهذا الشيء هذا وتعاونوهم ماديا باش يبدلوا هذوك الطوموبيلات اللي راهم مكرفصين وما يمكن لهمش يشريوا طوموبيلات جداد لان ما عندهمش الامكانيات، ولكن عاونوهم ولكن الترخيص الرخاص تبقى تعطيها الجماعه القرويه وتجدد سنويا باش يبقى هذيك داك المراقبة الدائمة. شكرا. شكرا سيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا سيد النائب. كما تعلم سيد النائب المحترم، وهذا القطاع في إطار الترتيبات اللي جات ديال إصلاح قطاع ديال النقل يخضع أيضا كما النقل المدرسي لدفتر تحملات اللي هو واضح.
التسهيلات اللي دارت الوزاره في العقد الاول اللي هو الدفتر الاول 2012 ثم الصيغه الثانيه بعد الاستشاره ديال المهنيين في غشت 2013 فيه من التسهيلات ما يجعل الان الحصول على رخصه النقل المزدوج السيد النائب المحترم يكفي انه يمشي يوضع الملف ديالو اليوم في المصالح الاقليميه ويحصل على رخصه اللي ماشي نهائيه غير وصل مؤقت الوزاره تسمح له انه يشتغل. اليوم السيد النائب الاشكال ما مطروحش شكون يعطي الرخصه لانه حوالي 69% من الرخص السيد النائب المحترم غير مشغله، بمعنى انه اللي تنشغله اليوم 31% ديال الرخص ديال النقل المزدوج. اذا الاشكال ماشي في التدابير الاداريه ولا نحولوا من الادارات ديال النقل الى الجماعات، ماشي هذا الاشكال. الاشكال هو ان تجد ناس بالفعل مستثمرين في هذا القطاع باش يوجهوه نحو التوجه ديال النقل المزدوج. نحن نعمل على اساس ان ييسر المساله بكل، واللي هذا دعوه من خلال مجلس النواب اللي بغى يجي يستثمر يطلب الرخصه من الان، يعتبر انه عنده الرخصه يكفي انه ينضبط لتفطر تحملات ويحط الطلب ديالو في المصالح الاقليميه اللي عندنا. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت. سيد الوزير هاد تقدري تنهضروش على نفس النوع، هادو راه دوك اللي تنسموهم من قبل الخطافه، تيمشي غا في البيست وعنده واحد الطريق حال واحد الطوموبيله حاله، هادو ما يقدرش حتى يجي يطلب لكم انتم الرخصه. هذا راه كاين في الباديه، ما تيمشيش على الكودرون، ما هوش ديال الطاكسي لا ديال العادي ولا ديال شكرا المزاوج. شكرا سيد النائب. انتهى الوقت، هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ ليس هناك تعقيب اضافي، هل هناك رد سيد الوزير على التعقيب فيما تبقى من الوقت؟ سيد الرئيس لا، غير احنا كوزاره وكحكومه لابد ان نحرص على السلامه ديال المواطنين، وبالتالي نضع الترتيبات الاداريه باش هاد الاخوان اللي عندهم هاد السيارات اللي تيقولوا سري خطافه الى اخره، باش اننا نجيبهم من القطاع المهيكل والامكانات اليوم اقول متاحه حقيقه. وبالتالي شكرا سيد الوزير. شكرا. شكرا. يمكن ساكنه بن سليمان والمنصوريه ومدينه المحمديه من وسائل النقل القرويه للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل وضع السؤال. مشكورا سيد الرئيس. شكرا. سيد الوزير، نسائلكم عن مشكل المزمن ديال التنقل بين مدينتي المحمديه والمنصوريه، وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد النائب المحترم. بالفعل هذا الموضوع ديال المحمديه والمنصوريه بن سليمان تيتطرح على عده واجهات، فيما هو مرتبط بوزاره النقل. عندي اذا بغيت نعطيك الارقام كلها اللي هي متاحه، الحافلات التي تنطلق، الحافلات من الدرجه الاولى ترتبط بالاسواق، النقل المزدوج وكل ما هو مرتبط بالاحصائيات هي عندي. لكن الاشكال اللي هو مطروح في هذه المنطقه، لانه هي منطقه حضريه ومتقاربه ومتداخله، عندنا فيها بالفعل اشكالات اللي هي مرتبطه بالعمل ديال النقل الحضري، بالخطوط القصيره اللي هو نقل المسافرين، وبالسيارات ديال الاجره، وبالنقل المزدوج. وهنا فين هاد الاربعه، لانهم بالفعل كل واحد عنده مهام وكل واحد عنده تدافع على الحدود للاشتغال، تطرحنا بعض الاشكالات. لكن اللي يمكن نقول لك السيد النائب هو اننا ما جاتنا حتى شي طلبيه من اللجنه الاقليميه اللي عندنا، وحنا مستعدون من هذا المنبر نقول لك الا كاين شي طلب رخصه على اساس الاستفاده في هذه المنطقه احنا مستعدين نلبيوها في اقرب فرصه ممكنه. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، انا تنتفق معك في هذه المقاربه اللي طرحتي، لانه اللي كان المفروض يجاوب على السؤال هو السيد وزير الداخليه، ولكن احنا في هذه المناسبه تنسالوا الحكومه على واحد المشكل مزمن. علاش؟ لان بين المنصوريه والمحمديه كاينه قنطره هي الفاصل، وهي في نفس الوقت القنطرة اللي تتفصل بين جهة الشاوية ورديغة سابقا وجهة الدار البيضاء الكبرى، اللي خلات أن مشكل خطير يوقع. الطلبة والنساء والمواطنين اللي عاملين جايين من بيئة متواضعة وبسيطة تحطم الطوبيس في القنطرة، وأقل وأقرب مدرسة على بعد 4 كيلومتر، طالب والطالبة والتلميذ والتلميذة والمرأة المريضة والمواطن بصفة عامة، باش يجي للمحمديه اللي بعيده عليه بقنطره، تيخصو يمشي على رجليه
4 كيلومتر او ياخذ وسيله نقل اخرى، لانه التدبير المفوض ديال الطوبيسات اللي في هذه الجهه ماشي هو نفس التدبير اللي في هذه الجهه. هذا سؤال طرحناه غير ما مره، كاين مجهودات كتعمل على مستوى العملات ديال الاقليمين، ولكن اليوم انتهى الوقت. شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ ليس هناك اي تعقيب اضافي. السيد الوزير فيما تبقى من الوقت هل لكم رد على؟ شكرا سيد الرئيس. الله سيد النائب بالفعل داكشي اللي قال انا متفق معاه، هذا اشكال عويص وحاولنا نناقشوا، انا مستعد ننتقلوا للاقليم. شكرا شكرا. وثيرة تنفيذ مشروع القطار الفائق السرعة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الديمقراطي، فليتفضل أحد واضع السؤال. مشكورا. سيد الرئيسة، سيد الوزير، سؤال إليكم. سيد الوزير يتعلق بمدى تقدم أشغال مشروع الخط الفائق السرعة الذي نعتبره في فريق التقدم الديمقراطي ثورة حقيقية على مستوى النقل السككي، ومشروع طموحا يعبر عن إرادة قوية في تطوير البنية التحتية الوطنية، وشكرا. جواب السيد الوزير. رئيس، شكرا سيدنا المحترم. البرنامج التعاقدي للمكتب الوطني للسكك الحديديه مع الدوله بالفعل كانت فيه عده التزامات، ومنها التزام اللي هو مرتبط بالخط الفائق السرعه. عندنا برنامج ديال 1500 كيلومتر كما تعلمون في افق 2035، وبدينا بالخط ديال طنجه البيضاء، نشتغل على الشطر الاول اللي هو طنجه القنيطره اللي السرعه من المفروض توصل 320 كيلومتر في الساعه. اليوم الانطلاق ديال الاشغال بدات في شتنبر 2011، ونظرا لعده اعتبارات مختلفه، التطور ديال الاشغال ديال البنيه التحتيه الجيني سيفيل، اليوم وصلنا للمدنيه الجيني سيفيل وصل حوالي 70%، والنسبه ديال الانجاز ديال المشروع برمته حوالي 75%. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيدة الرئيسة. أولا نشكر السيد الوزير على المعطيات التي قدموها لنا. الحقيقة هو أن الموضوع الذي نتطرق إليه معكم السيد الوزير ليس سؤالا بصيغته الوقائية الرقابية التقليدية، إن غايتنا فيها هي التمكن من معطيات المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة من منطلق اهتمام فريقنا من جهة ومن جهة ثانية الاطلاع على المشاكل التي تواجه إنجازه. فقناعتنا واسخة السيد الوزير بالأفضلية التي يوفرها النقل السككي على مستوى المردودية والفعالية والسرعة والسلامة مقارنة مع باقي أنماط النقل الأخرى، وهذا ما يجعلنا نتحمس لمشاريع النقل السككي. السيد الوزير، بطبيعة الحال نتتبع التصريحات والتحركات المواكبة لتنفيذ مشروع LGV، وقد عرفنا أن انطلاقات المرحلة الأولى بين طنجة والدار البيضاء ستكون سنة 2017، وهذا مهم، ونتطلع إلى ما تمديد هذا الخط ليصل إلى مراكش وأكادير ولما لا إلى لاحقا إلى العيون. نتطلع أيضا أن يمتد خط ثاني أيضا من الرباط في اتجاه مكناس وفاس مرورا بتونات وتازة ووصولا لوجدة، وهي أحلام من حقنا كمغاربة أن نحلم بها وأن نجتهد من أجل تحقيقها واستكمالها، واستكمالا للسياسية والأوراش الكبرى المهيكلة التي نعتبرها. شكرا سيد النائب. شكرا، انتهى الوقت. شكرا سيدة الرئيس. هل هناك من تعقيب إضافي؟ إذا كان هناك تعقيب من تفضل السيدة النائبة الفريق الحركي. سيدة الوزيرة، سيدة الرئيسة، سيد الوزير المحترم، سيد الوزير المحترم، نتمن ونشجع هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي في المغرب، لأن المغرب أصبح يمثل منطقة مهمة في شمال إفريقيا. لكن موازاة مع ذلك سيد الوزير، لقد وعدتمونا جهة بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة، بربط الخط السككي ما بين وزم بني ملال، وانتظرنا
ولا نريد لوعودكم أن تكون عرقوبية سيد الوزير. سيد الوزير كذلك تمت بعض المناطق وبعض الجهات الاستراتيجية مثل حسيمة إلى حد الآن لم يصلها خط واحد، فبالأحرى أننا نوصل تني والخط، فبالأحرى أننا نوصل التجيوي. سيد الوزير يجب أن تكون هناك عدالة مجالية في جميع أنحاء المغرب. شكرا لكم. شكرا السيدة النائبة. هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى في الموضوع؟ ليس هناك تعقيبات إضافية. سيد الوزير تعقيب. شكرا السيدة الرئيسة. لا، هو بالفعل الإشكال اللي مطروح فيما يتعلق بالنقل السككي هو إشكال تدارك الخصاص اللي بالفعل تنحسوا به كاملين كمغاربة، وأنه ما كانش تطوير ديال البنية السككية التي تتماشى مع النمو الديموغرافي ومع النمو التنمية المجالية التي عرفتها بلادنا. لكن المخطط ديال الخمس سنوات 2010-2015 بالفعل 33 مليار التي خصصت له، 20 مليار مشات للخط فائق السرعة، و13 مليار الأخرى مشات في إطار هذا البرنامج. اليوم في إطار المخطط الجديد ديال الخمس سنوات هاد الاماكن اللي تكلمتي على جزء منها ماشي كلشي ديالنا تبارك الله، الافاق مع ذاك الافاق اللي تكلم عليها السيد النائب المحترم ايضا ديال توسيع الخط الفائق السرعه الى عديد من الاقاليم سواء كانت شماليه شرقيه غربيه او جنوبيه. هذا الافاق بالفعل احنا لما نتكلم عن 1500 خط ديال الخط فائق السرعه البرمجه راه عندنا من هنا ل 2035، وعندما نتحدث ايضا على توسيع الشبكه السككيه راه البرنامج راه هو كاين مع اضافات واجتهادات تخص بعض الدراسات التي نقوم بها واللي تنشوفوا تتكون ناتجه على اولويات اللي هي اقليميه وجهويه واللي اساسا هي اولويات ايضا تنمويه. لكن اللي يمكن ايضا ناكدوا عليه في هذا المجال هو السنه ديال البدايه ماشي 2017، باش ما نقولوش راه شي كلام اللي السيد نائب تكلم على 2017، نحن نتصور على انه في 2018 ان شاء الله رب العالمين عاد غيبدا هذا الخط هذا، بالاضافه الى ان الاستثمارات اللي هي مخصصه في القطاع ديال النقل السككي تتبقى في عداله مجاليه اللي هي مرتبطه بوسائل النقل الاخرى ماشي فقط غير الوسائل ديال النقل السككي. فمثلا بني ملال من وصلت لها الطياره اليوم ولينا تنقولوا اذا وصلت لها الطياره ما كناش نتصوروا اذا السكك الحديديه ندرسوا الموضوع. لكن الايجابيه السيده الرئيسه هي الاحصائيات اللي ماشي ديالنا، التصنيف العالمي اليوم ديال لافراستركتور ديال البنيه التحتيه على الصعيد العالمي صنف المغرب كاول بلد افريقي في البنيه التحتيه السككيه قبل دول بحال افريقيا الجنوبيه، وان كنا في على الصعيد العالمي المرتبه 55 من بين 170 دوله. انتهى الوقت. شكرا لكم سيد الوزير. حرفي غير المهيكله لسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه، فليتفضل احد وضع السؤال. مشكورا. تفضل سيد النائب. سيد الوزير، سيد الرئيسة، في إطار يعني السؤال المطروح ديال يعني التعاونيات المهيكلة، ما الذي ستقوم به الوزارة فيما يخص هذه التعاونيات جواب السيدة الوزيرة. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب. السؤال اللي توصلت به هو الحرف الغير مهيكلة في إطار رؤية 2015 لتنمية قطاع الصناعة التقليدية لإنتاج اليدات الحمولة الثقافية، هناك ورش مهم خاص بهيكلة القطاع من خلال تأهيل نسيج الإنتاجي. من ناحية المؤسساتية عملت الوزارة في إطار البرنامج الحكومي على إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي ينص على إجبارية تقييد بسجل الصناع والمقاولات وهو الآن في مسطرة المصادقة. هناك كذلك مشروع مرسوم يتعلق
بالمصنف المغربي لأنشطة الصناعة التقليدية، وهو حاليا في الأمانة العامة للحكومة. ومن جهة أخرى سيساهم القانون الجديد المتعلق بالمقاولات الذاتية في تشجيع الحرفيين على الولوج عالم المقاولات المهيكلة من خلال التحفيزات الضريبية والاجتماعية التي تضمنها هذا القانون. فيما يخص تنمية ودعم الفاعلين المهنيين في القطاع، هناك نتائج مهمة من بينها تطور التكتلات المهنية في القطاع، حيث ارتفع عدد التعاونيات مثلا من حوالي 5000 تعاونية سنة 2005 إلى 15000 تعاونية حاليا. وسيشكل القانون الجديد. شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. تعقيب السيد نائب. شكرا السيدة الوزيرة. أنا كان بودي أننا فعلا السؤال كان تحط على صيغة أخرى للسيد وزير الفلاحة، لكن للأسف هو أن المشكل اللي مطروح الآن ديال التعاونيات اللي كنتذكروا عليهم هما داخلين في هذا الإطار ديال التعاونيات المهيكلة، واللي خاص يعني الحكومة تباشر هذا الأمر، خاصة أن هذه التعاونيات تسدوا لظروف يجهلها الجميع. والآن الحليب يعني كيتلاح في الزرقاء، يعني في الخلال الفلاح الآن ضروا كثير وما بقاش عندهم يعني الحليب ديالهم كيتلاح. وبالتالي أنا أظن أن هذه التعاونيات إلا كنا باغيين نهيكلوا واحد العدد ديال المؤسسات ولا التعاونيات وكذا، يعني نشوفوا نحافظوا على اللي تهيكل شحال هذا، خاصة أن هاد التعاونيات قام بواحد يعني مسائل اللي عزت فيها، لأن كنا باغيين نديروا سياسة القرب للقرى والبوادي، داروا الطرقات، داروا النقل المدرسي، داروا واحد العدد ديال الحوايج اللي كيخليو أن ماشي غير يدوز هاد الشيء وما نعرفوش شنو الجواب ديالو. هذه لمدة شهرين تقريبا أو شهر و20 يوم، والناس كتعاني من هذا المشكل، يعني الشركات ديال الحليب ما بقاوش بغاو يتقبلوا ياخذوا الحليب. وبالتالي شكرا لكم. هل هناك من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ تعقيب اضافي؟ ليس هناك تعقيب اضافي، والسيده الوزيره استنفذت كل الوقت المخصص لها. الصناعه التقليديه الخدماتيه لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. سيدة الوزيرة المحترمة، أعطت برامج وزارة الصناعة التقليدية اهتماما ودعما لصنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية مقابل ضعف المواكبة والدعم والتأثير لصنف الصناعة التقليدية الخدماتية. لذا نسألكم سيدة الوزيرة، ما هي استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة التقليدية الخدماتية؟ وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. سيد النائب المحترم، بغيت أولا نذكر بأن الموارد المالية المخصصة للوزارة تهم بالأساس مكون صناعة تقليدية ذات الحمولة الثقافية عبر عقد برنامج رؤية 2015. ولكن رغم ذلك فإن الوزارة قامت بعدة مجهودات اعتمادا على إمكانياتها وعلى شركائها، وذلك عبر ثلاثة اتجاهات تشكل اللابنة الأساسية لهذا القطاع. أولا التعرف على وضعية القطاع والتوفر على المعطيات الأساسية المهمة حول العاملين به. ثانيا البنية التحتية أو مناطق الأنشطة الخاصة بالمهنيين الخدماتيين. وفي هذا الإطار تم القيام بعملية نموذجية عبر إحداث منطقة للأنشطة في خميس زمامرة وكانت ناجحة. وبناء على هذه العملية تعمل الوزارة مع شركائها على إحداث مناطق أخرى. ثالثا التكوين المستمر للفاعلين الخدماتيين خاصة في هذا النوع من الأنشطة التي تخص مجال السلامة بحال الكهرباء والترصيص إلى آخره. وانطلاقا من الوعي بهذه الأهمية البالغة، قامت الوزارة في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي منذ 2014 بالتنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عبر التوقيع على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج نموذجي. انتهى الوقت. شكرا. تعقيب السيد النائب. الصوت الصوت الله يخليك. شكرا السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة المحترمة. طبعا اليوم فريق العدالة والتنمية كيتساءل على هذا الموضوع
ديال الصناعه التقليديه الخدماتيه. بالمناسبه السيده الوزيره، هذا قطاع حيوي كيشغل 1.2 مليون ديال المغاربه، رقم معاملات ديالو 36 مليون مليار ديال الدرهم. هذا قطاع كيشمل واحد مجموعه ديال الحرف والمهن الحيويه، ميكانيك السيارات، الحلاقه، مويل الحفلات، اصلاح الاحذيه، الافرنه وغيرها من المهن المهمه. اليوم الصناع والمهنيين السيده الوزيره كيلتمسوا منكم ان هذا القطاع تعطى له الاهتمام والعنايه من خلال مجموعه من المقترحات العمليه. اولا هذا القطاع خصو واحد النوع ديال الدعم المواكبه فيما يخص التاسيس ديال التعاونيات والجمعيات، كاين التغطيه الصحيه، كاين المناطق الانشطه الحرفيه مع الجماعات الحضريه والقرويه، كاين التنظيم ديال المعارض والدور ديال مكتب دار الصانع، وكاين الدور ديال الغرف ديال الصناعه التقليديه. انتهى الوقت، هل هناك تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ ليس هناك اي تعقيب اضافي. السيده الوزيره، حصيله رؤيه 2015 للصناعه التقليديه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه، فليتفضل احد واضع السؤال. مشكورا. شكرا السيده الرئيسه. السيده الوزيره المحترمه، نسائلكم ما هي حصيله رؤيه 2015 بعد انتهائها، وماذا اعددتم من استراتيجيات جديده للنهوض بهذا القطاع العام الهام من الصناعة التقليدية؟ شكرا. جواب السيدة الوزيرة. شكرا السيد نائب المحترم. دأبت وزارة الصناعة التقليدية على التتبع وتقييم إنجازات رؤية 2015، سواء تقييم الأداء النوعي أو التقييم الكمي، عن طريق احتساب المؤشرات الاستراتيجية بواسطة المرصد الوطني للصناعة التقليدية. وتنفيذاً للبرنامج الحكومي، اشتغلت الوزارة مع كل فئات الصناع والمقاولات بمقاربة ملائمة لها وتدابير خاصة بها، وأيضاً تدابير أفقية للجميع. هذه الرؤية أولاً وفرت للوزارة خارطة طريق واضحة وآليات للعمل دقيقة وأهداف مرقمة في أفق 2015، وخلقت دينامية كبيرة حول القطاع، شارك فيها جميع الفاعلين سواء المؤسساتيين أو المهنيين، ورسخت نمط ومنهجية جديدة في تسيير وتأطير القطاع، واعتمدت على مقاربة تشاركية. هذا الشيء كله أدى إلى حصيلة إيجابية ومشجعة على جميع الأصعدة. أما فيما يخص ما بعد 2015، فإن الوزارة قامت في إطار البرنامج الحكومي بوضع معالم استراتيجية جديدة في أفق 2020، وتخص مكونات القطاع الثلاث: الإنتاجية ذات الحبول الثقافية، الإنتاجية النفعية والخدماتية. السيدة الوزيرة، شكرا لكم. تعقيب السيد النائب. السيدة الوزيرة، حنا اليوم كنهضروا على واحد القطاع حيوي كيحمل البصمة ديال الهوية والتقاليد المغربية أولا، ثانيا كيضم أكثر من 2 مليون صانعة وصانع في هذا المجال، في جميع المجالات الخدماتية والإنتاجية. الرؤية ديال 2015 السيدة الوزيرة جات بأربعة الأهداف استراتيجية كبرى. صحيح أنكم ما مسؤولينش سياسيا على التخطيط ديال هذه الاستراتيجيات الكبرى، ولكن تقريبا النص فيها 50% من هذه الأهداف ما عرفاتش 30% ديال الإنجاز. هذا هو الاشكال اللي حنا اليوم كيبان على ان كانت اشكالات حقيقيه باش اننا نحددوا الاولويات، الامكانيات، التشخيص الحقيقي للامكانيات، ما كانتش بنيه على واقعيه في التسطير ديال الاهداف، خصوصا ان كتشمل كتقيس المناصب ديال الشغل اللي ما وصلتش 30% من 115,000 ما وصلناش تقريبا 30% في الانجاز ديالها، وما ركزتش على الحرف المهدده بالانقراض، وهذا هو الاشكال الحقيقي اللي عندنا في هذا القطاع. اليوم من اجل الاستشراف السيده الوزيره كنقولوا بان اولا خصنا ندخلوا التعليم، المنظومه التعليميه والربط ديالها بالصناعه التقليديه، من اجل اننا نربيو الجيل على الحفاظ على هذا الموروث التقليدي. جوج، على ان تكون عندنا رؤيه واضحه في الاقتصاد الوطني، الاقتصاد التضامني. انتهى الوقت، شكرا. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ ليس هناك اي تعقيب اضافي. شكرا لكن سيدة، استنفدتي كل وقت ديالك في الجواب على إخراج مشروع سد الطواهر إلى الوجود لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة،
السيدة الوزيرة، سؤالنا اليوم هو بصفة عامة عن كيفية تدبير الندرة والوفرة ديال الماء، وبشكل خاص نتساءل عن أسباب تأخير سد الطوار، أسباب تأخير إنجاز سد الطوار، وشكرا. شكرا. جواب السيدة الوزيرة، تفضلي. شكرا سيدة الرئيسة. السيد نائب محترم، بلادنا انخرطت في مجال في سياسة تعبئة الموارد المائية عن طريق المنشآت المائية الكبرى وعلى رأسها السدود، واللي مكنت البلاد من التوفر على بنية تحتية مائية جد مهمة، 140 سد كبير بالإضافة إلى تقريبا 13 سد آخر في طور الإنجاز. وبفضل هذا المخزون هذا تمكننا من سد جميع الحاجيات ديال الماء صالح للشرب أو ماء موجه للفلاحي. وتخطيط وبرمجة السدود يخضع بالأساس إلى المخططات المديرية للتنمية الموارد المائية على صعيد الحوض بتنسيق مباشر مع القطاعات الوزارية المعنية اللي كتحدد الآجال أو الآفاق الزمنية لأي مشروع ديال سد جديد. فيما يتعلق بشد سد طواهر، بالفعل كان مبرمج إلى أنه الدراسات القبلية وبالخصوص دراسة التأثير على البيئة بينت بأنه عنده آثار بيئية واجتماع واقتصادية جد سلبية، من بينها يعني غمر واحد المقطع ديال السكة الحديدية ما بين فاس وجدة، غمر أيضا مساحة شاسعة من الأراضي الخصبة اللي جهزتها الدولة واستثمرت فيها أموال، وبالتالي تم الغض النظر على هذا المشروع وبناء سد جديد اللي هو سد باب اللوطن اللي كتعرفوه السيد نائب محترم. شكرا السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. تعقيب السيد نائب. شكرا سيدة الوزيرة، لكن ما يؤخذ كله لا يترك كله، لأن السيدة الوزيرة بالنسبة للسد كبير على وادي ناون في النقطة طوار حقيقة عنده أثر سلبي على البيئة، لكن بالمستوى ديال سدود الصغرى عنده أثر جد إيجابية على المنطقة من أجل حماية السكان ديال السافلة من الفيضانات، وكذلك ساكنات هضبة سايس المتكونة من قبائل غياتة بني ورين بني سد الحيينة كلهم أي تغرشهم كلهم تيعانيوا من ندرة ديال الماء، وخاصة في المواسم في السنوات الجافة. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ ليست هناك تعقيبات إضافية. السيدة الوزيرة استنفذت الوقت المخصص لندرة المياه بالأقاليم الجنوبية لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورا. سيدة الرئيسة، سيدة الوزيرة، من المؤكد أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة فيما يتعلق تزويد الأقاليم الجنوبية بالماء الصالح للشرب، لكن وبالنظر من جهة للخصوصية المناخية للمنطقة وازدياد الكثافة السكانية والعمرانية والتطور الحاصل على المستوى الفلاحي والصناعي بهذه الأقاليم، من جهة ثانية فإن هذه الأقاليم أصبحت تعاني من عدة مشاكل وإكراهات مرتبطة بنظرة المياه، أبرزها سيدة الوزيرة مجموعة من الأحياء لم يتم ربطها بالشبكة المائية، مثال على ذلك 25 الوفاق بالعيون، التنمية بوجدور إلى غير ذلك، ضعف الصبيب، غلاء الفواتر، الانقطاعات المتكررة. لذلك نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من قبل قطاعكم لتأهيل الفرشة المائية بهذه الأقاليم والبحث عن موارد مائية جديدة، وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. بالفعل بحكم الطابع المناخي للأقاليم الجنوبية واللي كتميز بواحد محدودية الموارد المائية السطحية، إذ أغلب جل هذه الأقاليم تزود سواء عن طريق المياه الجوفية اللي هي في غالب الأحيان موارد غير متجددة
أو التوجه إلى المياه الغير الاعتيادية وعلى رأسها تحلية مياه البحر والمياه الأجاج. والدولة استثمرت يعني الكثير في هذا المجال من أجل سد الحاجيات الأقاليم الجنوبية من الماء الصالح للشرب. هناك اضطرابات وهناك خصاص صحيح ما يمكنناش نكره، ولكن هناك برنامج موازي واستثمارات ضخمة من المالية العمومية موجهة بالأساس لسد هذا الخصاص ومواكبة أيضا الطفرة التنموية التي تشهد هذه الأقاليم. هناك محطة جديدة بمدينة العيون اللي يتم الانطلاقة ديالها إن شاء الله في الأيام المقبلة بصبيب إضافي، ومن شأنها أنها تسد يعني تجيب على العجل اللي كتعرفوا العديد من الأحياء ديال المدينة. هناك أيضا تطعيم الفرشة المائية انطلاقا من سد الساقية الحمراء اللي استقبل حمولات مهمة في السنة الفريطة، وهذه الحمولات باش عاود ما نتركوها تبخر طلقناها باش طعام الفرشة المائية تفم الواد. وهناك أيضا برنامج ضخم وهيكلي مع وكالة الجنوب اللي متعلق بتعمئة ما يكفي من الموارد المائية على صعيد السدود التلية والبحيرات، واللي عندها دور أيضا مهم في تغذية الفرشة المائية. وهناك يعني عدة مشاريع ضخمة سوف ترى النور إن شاء الله في القريب العاجل في الأقاليم الجنوبية. شكرا لكم السيد النائب. شكرا السيد الوزيرة. تعقيب السيد النائب فيما تبقى من الوقت. شكرا السيد الوزيرة، وهذه مناسبة باش نشكر ونحيي الحكومة على ما تقوم به في هذا القطاع هذا، ولكن نتمنى أن يكون الورش المائي سيد الوزيرة حاضر ضمن أجندة الحكومة خصوص المشاريع الرائدة التي تعتزم الحكومة إنجازها بناء على التعليمات الملكية السامية إبان الاحتفالات بالذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء. لأن متأكدين السيد الوزيرة إذا كان هذا الورش حاضر ضمن هذه البرامج هذه، فكوني متأكدة بأن مجموعة من المشاكل سيتم التغلب عليها، لأننا ما عندنا السدود في الأقاليم الجنوبية إلى حد الساعة. شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تعقيب إضافي؟ يلا فريق العدالة والتنمية أولا، بعده فريق الأحرار. تفضل سيد النائب. سيد الوزير المحترمة، نتحدث عن النقص الحاصل والمتزايد والانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب لساكنة تتكاثر بزياد مضطرد والحمد لله. أقاليم الجهة الجنوبية الثلاث، العيون داخلة طنطا العيون السمارة بوجدور. سيد الوزير المحترمة، نعترف بالمجهود المبذول الكبير للوزارة مشكورة، ولكن ندق ناقوس الخطأ بخصوص محطات التحلية للمياه بالصحراء وخاصة بالعيون التي لم تعد طاقتها تلبي حاجية السكان. وكمثال حي، نصف ساكنة بوجدور غير مزودة بالماء، ناهيك عن القطع المتكرر للماء بباقي المدينة. تم تكليف شركة صهاريج مائية بمواصفات غير صحية غير مراقبة، صفقة مشبوهة بملايين الدراهم، حلول غير مجدية غير مقبولة من الساكنة. ننتظر تدخلكم سيد الوزير المحترم. شكرا. شكرا. تعقيب الفريق التجمع الوطني الأحرار، تفضل. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيسة. سيد الوزيرة المحترمة، أوضاع ساكنة إقليم شيشة عامة صعبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، وبدائرة مجد خاصة ما زالت الساكنة السيدة الوزيرة تقطع عشرة الكيلومترات للتزود بالمياه، وما زالت تشتري الصهاريج المحمولة مما يزيدها عبئا ماديا آخر. فساكنة جماعة سبت مزودة السيدة الوزيرة طالبتك بإيجاد حل لهم ووضع حد لمحنهم أثناء زيارتكم الحزبية إلى المنطقة، فوعدتهم بحل سريع، إلا أننا السيدة الوزيرة إلى حد الآن لم يتحقق ذلك لهذه الساكنة المهمشة، فمطالبها واقعية ونحن على وشك نهاية الولاية. فالمرجو منكم السيدة الوزيرة أن تستدرك الموقف واشفقي على هذه الساكنة من فضلك. شكرا. جواب السيدة الوزيرة على عفوا سيدة الوزيرة. هناك تعقيب آخر للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. نقولوا الله يرحم له والسلام. بالنسبة لندرة المياه راه كاين مشكل بعدد من الأقاليم، وغنعطي أمثلة كإقليم سيدي بنور وإقليم الجيدة وبولعوان واحد إقليم وزان، واحد العدد ديال الأقاليم اللي فيهم هذه المشكلة ديال ندرة المياه، وبالتالي نطلبوا الله أننا يسقينا غيثا من عنده. السلام. تعقيب السيدة الوزيرة على التعقيبات. الحاجة
الله يرحمنا. فيما يتعلق بالاقاليم الجنوبيه، انا اتفهم قلق السكان واتفهم قلق البرلمانيون. بالفعل هناك خصائص في العديد من الاقاليم، العيون، بوجدور، طرفايا الى اخره، الداخله واللي كتنتج عنها عده انقطاعات واضطرابات، الى ان هناك مشاريع مهيكله، وهذه المشاريع كلها تكنولوجيا مستورده، يعني تحليه مياه البحر ما كايناش مقاولات وطنيه اللي كتشرف على هذه المشاريع بهذا النوع، وبالتالي كنضطروا انهم يلجؤوا الى شركات اجنبيه. هناك مشروع ديال تحليه محطه ثالثه مدينة العيون ب 300 لتر في الثانية، الكلفة ديالها تقريبا 450 مليون درهم، واللي غيتم الشروع فيها إن شاء الله في الاستغلال ديالها في 2017. محطة أخرى في طرفايا ب 15 لتر في الثانية، لأنها ب 56 مليون درهم، ومحطة في بوجدور اللي إن شاء الله غتستغل في القريب العاجل في ظرف في السنة، بداية السنة المقبلة. ومن شكل من شأن هذه المحطة الثلاث أنها غد على الاقل انها تجاوز الخصائص اللي كتعرفوا الاقاليم بالثلاثه وحنا عارفينهم كنتفهموها. فيما يتعلق اقليم شيشاوه، هناك سد تسكورت اللي تم الانطلاقه ديالو، والحقينه ديالو تقريبا 70 الى 75% ملؤه، ولكن التجهيزات الموازيه يعني محطه للمعالجه وقنوات للجر وشبكات للتوزيع واللي كيشرف عليها المكتب الوطني للماء للكهرباء والماء الصالح للشرب، طلبت العروض هي في فتره جد متقدمه، وخص شويه الصبر. وجهزنا الاقليم تشيشاوه تقريبا بخمسه الاثقال ريثما تكون التجهيزات الاخرى يعني موجوده. شكرا لكم السيد نائب محترم. شكرا السيده الوزيره. إشكالية الماء الصالح للشرب ببعض الأقاليم الجنوبية لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار، فليتفضل السيد النائب. مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيدة الوزيرة المحترمة. في ذات الموضوع وفي نفس المناطق العزيزة، أسألكم عن نذرة المياه وضعف جودتها بالنسبة لإقليم طنطا نموذجا. شكرا. شكرا. جواب السيدة الوزيرة. أنا سيد نائب محترم، بالفعل مشكل طنطان هو مشكل أرقني كما أرق الساكنة وأرق أيضا المنتخبون والفاعلون المحليون. مشكل ديال طنطان اللي يمكن ان نقول بانه لقى طريقه للحل ب 75 الى 80% لانه كانت محطه ديال تحليه مياه ومحطه نموذجيه لاول مره المغرب كيستعمل هذه التكنولوجيا ديال معالجه المياه الاجاج، ولكن للاسف كانت هذه المحطه تزود عن طريق ثقبين، القدره الانتاجيه ديال هذا جوج الثقبين قلت، وبالتالي كان المفروض ان نتخلاو على الثقبين ونجهزوا اثقاب اخرى ونستوردوا واحد الاعمده صاعده لكولون مونطون، واستغرقت وقت الاستيراد ديالهم، ولما وضعناهم عاوتاني ظهر مشكل ديال المضخات، وحنا الان عاوتاني بصدد استبدال هذه المضخات بمضخات جديده. ويمكن نقولوا بانه في 3 شهور 2016 انا كان عندي وعد الساكنه للاسف، ولكن الله غالب تم عده تاخر فيما يخص استيراد هذه التجهيزات. المشكل في طريق حله ان شاء الله في بدايه 2016 غيكون المحطه تشتغل بالسعه ديالها الانتاجيه الكامله يعني 100%. شكرا السيده الوزيره. تعقيب السيد النائب. شكرا لك السيده الوزيره المحترمه. وتمين عاليا المجهودات التي تبذل من طرف وزارتكم. واقع الحال يؤكد على أن القواسم مشتركة بالنسبة لهذه الأقاليم العزيزة وغيرها من الأقاليم، هناك ندرة المياه تتضاعف هذه الصعوبات كلما تأخرت الأمطار، ولذلك نتضرع إلى رب العزة أن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته. لما كانت طنطان تزود من قلميم كانت الأمور ميسرة، بعد ذلك تم رصد استثمارات هامة بالنسبة لتحلية مياه البحر، ولكن تسويق والاستفادة بمعنى أن نظام الاستفادة يعرف تعثرات، مما يدفع الساكنة إلى اللجوء إلى اقتناء المياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج المحمولة. لذلكم أنا واثق من أن ما ورد في جوابكم سينزل على أرض الواقع وستتم أجراءاته. وبطبيعة الحال ما يهم إقليم طنطان
والأقاليم المجاورة سواء في جهة سوس أو في الحاوز أو في الشاوية أو نجد أن هذه القواسم طبيعية. شكرا سيد النائب المحترم، شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب من الفريق الاشتراكي. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، كما يعرف الجميع فالتزود بالماء الصالح للشرب هو حق من حقوق الإنسان وهو حق دستوري، فمع تأخر التساقطات وندرات المياه الصالحة للشرب في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية، واش قامت الحكومة بأي إجراءات وتدابير عاجلة لتزويد هذه المناطق المتضررة من هذا التأخر، وخاصة أنها تعتمد على مياه الأمطار للشرب والفلاحة، وخاصة الأقاليم المتواجدة وسط وجنوب المملكة؟ وكمثال على هذه الأقاليم إقليم الصويرة السيدة الوزيرة اللي كيعرف أزيد من 25 جماعة تعيش نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ومنها الجماعات وحتى منها كذلك الجماعات التي تزود من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي تعرف يعني انقطاعات متكررة ولأيام، ومنها بلدية أي الداود وتمنار وجماعة سميمو. وهذا الأمر أي السيدة الوزيرة، ندرة المياه الصالحة للشرب هناك أقاليم أخرى متضررة كتارودان تيزنيت ورزازات الدخلة قلميم إلى آخره، فهذه مسؤوليتكم السيدة الوزيرة أنكم تقوموا بالإجراءات الضرورية لتزويد هذه المناطق، وخاصة أننا تنعرفوا تأخر الأمطار وكنعرفوا واحد. انتهى الوقت، هل هناك من تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضل الفريق العدالة والتنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة استغل فرصة لأشكر السيد الوزير على التواصل دائما معنا، وأنا شخصيا دائما برسائل نصية كتجاوبني في الحال، أبلغك السيدة الوزيرة كما أبلغك في رسائل النصية الخصاصة الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية خاصة طنطان. صحيح أن المحطة ديال التحلية اللي في طنطان هي النموذجية، ولهذا السنة نشهد على أنه كاين الحمد لله واحد التغير. اليوم ديك الوثيرة ديال الانقطاعات قلت، وهذه الآن اليوم يمكن أن نفتح يعني الصنبور ونلقاو الحمد لله واحد المحلو، ولكن بغينا واحد هذا الشيء اللي وقع في طنطان يستمر ويوقع أيضا في العيون وفي الداخلة وفي السمارة. هذه الخطوه ديال الحكومه حنا كنثمنوها، وبغينا مجهودات اضافيه لواحد المنطقه عرفت عقود من الزمن من الخصاص في ماده حيويه هي الماء. وكنشكركم مره اخرى وشكرا. شكرا. الفريق التجمع الوطني الاحرار هو الذي طرح السؤال، والسيد النائب استنفذ كل الوقت، ليس تعقيب لصاحب السؤال. تعقيب؟ لا، تعقيب ماشي لتعقيب لصاحب السؤال، لتعقيب تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، هذه مناسبه باش نشكرك الناس ديال الاقليم ديال زاكوره اولا على اخراج السد ديال اكد الحيز الوجود، ولكن السيده الوزيره اولا راه تنطلبوا بواحد العدد ديال السدود التليه والسدود الصغرى، خاصه في الحوض ديال المعادر التي عرف مشاكله من افقر الاحواض، وكذلك ملتمس ديال الساكنه ديال الاقليم انه هذا السد ديال اكدز ما يمكن لنا شيء نتخلاو على التزود من السد ديال تويين، راه هذا هو المطلب ديال الساكنه ديال الاقليم ديال زاكوره، نظرا للمشاكل اللي تعرفها الاقليم خلال السنوات اللي ما تتكون فيهاش الامطار، وكذلك الملوحات اللي تعرفها الاقليم، فمازال متشبتين بالتزود من السد ديال تويين اللي تعطى الانطلاقه ديالو امام صاحب الجلال. وشكرا. شكرا النائب، انتهى الوقت. تعقيب السيده الوزيره على التعقيبات، تفضلي. طب السيده النائبه على التعقيبات ديالو، مشكل طنطان اسهر عليه شخصيا، واتمنى انه يعد من الماضي في مطلع سنه 2016 مع استبدال المضخات ديال الثقبين وتشتغل المحطه بالطاقه الانتاجيه ديالها العاديه. فيما يتعلق بالندره، اظن بان السنه الماضيه كانت سنه ممطره الحمد لله، ونتوفر على مخزون مهم يعني كافي لسد الاحتياجات الماء الصالح للشرب وايضا مياه الري. قد نعرف بعض الاضطرابات فقط في بعض المناطق اللي تزود عن طريق الموارد المائيه الجوفيه، ولكن هذه الاضطرابات سوف نعمل على تدبيرها بتنسيق مع الجهات المعنيه. مشكل ديال اقليم الصويره بالفعل كاين هناك نقص فيما يخص بالخصوص العالم القروي،
ليست من ناحيه الموارد المائيه، الموارد المائيه موجوده، هناك سد ديال الزرار اللي تقريبا الطاقه الاستيعابيه ديال 70 مليون متر مكعب يتوفر على حقينا جد مهمه، ننتظر فقط الشروع في بناء محطه لمعالجه المياه وربط هذه المناطق بالماء الصالح للشرب في السنوات المقبله، والذي يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. نتمنى من هذه المشاريع انها تلقى النور في القريب العاجل حتى يعني نسد الخاصات اللي كتعاني منه اقليم الصويره. اقليم زاكوره بالفعل هي هذه المناطق اللي هي الجنوب الشرقي بصفه عامه حدث بواحد لافونتا، يعني كان واحد كان فيها كان عندها واحد الاهتمام خاص من طرف الوزاره، سواء من طرف عن طريق البنيه التحتيه الكبرى، المنشات المائيه الكبرى، سد اكدس ولا سد تودغا، او عن طريق السدود التليه اللي شرفنا عليها بهذه المناطق، العديد من السدود التليه التي سوف ترى النور. ويمكن نقول بان زاكوره سوف ترى مشكل الماء الصالح للشرب زاكوره ان شاء الله في السنين المقبله يلقى طريقه للحل. شكرا سيد نائب. كلمة للمتحدث الأول السيد النائب المحترم وديع بن عبد الله حول أحداث الشغب التي وقعت مباشرة بعد انتهاء مباراة الديربي، فليتفضل عن التجمع الوطني للأحرار. فليتفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيدة الرئيسة، السيد الوزير، السادة الوزراء، السيدة والسادة النواب. مرة أخرى يدخل هذا السؤال إلى قبة البرلمان. الشغب في الملاعب كل ما تعيشه، وهنا غنتكلم بالخصوص على مدينة الدار البيضاء، ولو أن مدن أخرى أيضا تعيش، بعض المدن الأخرى أيضا تعيش نفس المشكل. حالة من الرعب، حالة من الرعب الحقيقية يعيشها سكان المناطق المجاورة للملعب، والمناطق اللي هي كتكون فيها المواكب اللي كتمر منها واحد العدد ديال المشاغبين. الا كنا غادي نتلقاو السيد الوزير نفس الاجوبه، لان هذه سنوات وحنا كنعيشوا هذا المشكل، كنظن ما كاينلاش. مجهودات كبيره كتقوم بها السلطات المحليه، كبيره بزاف، وحنا عايشين داك الشيء وكنعيشوه كل فيما كيكون شي مباراة ديال الديربي ولا مباراة ديال الفريق الوطني ولا مباراة مهمة. اليوم خاصنا مقاربة جديدة سيد الوزير. في إطار المنظومة المحلية خاصنا مقاربة جديدة. اليوم الحمد لله كاين رئاسة جديدة لمجلس المدينة، وكاين السلطات المحلية، وأنا كنتوجه لكم سيد الوزير لأن السيد الرئيس لأنكم حاضرين معنا بصفتكم وزير. مقاربة جديدة. كاين واحد الملعب اللي خصو يدار في الدار البيضاء. لا يعقل انه ملعب محمد الخامس يبقى تما، لا يعقل بتاتا انه يجي ويتقال لنا، وتقالت انا في قبه البرلمان مرتين واكثر، بانه ما يمكنناش نبنيو ملعب جديد اللي الدراسات ديالو موجوده والارض ديالو موجوده وكل شيء موجود، لانه ما عندناش امكانيات. واش الامن ديال الدار البيضاء هذا المغرب، الصوره ديال المغرب كلها كتشوه بهذا الملعب وبما يقع في هذا الملعب. فالرجاء رجاء تكون مقاربه جديده، وثانيا انه الملعب تفكروا باش تبنيوه في اقرب وقت، لانه المواطنين ديال الدار البيضاء حاسين بالحقره. شكرا. انتهى الوقت. الكلمه للمتحدث الثاني السيد النائب المحترم عبد اللطيف القروطي عن ارتفاع حده الاحتجاجات على تدني الخدمات المقدمه من طرف المكتب الوطني للسكك الحديديه عن الفريق الاشتراكي. هذا تحدث اعتذر السيد. الكلمه للحكومه، تفضل السيد الوزير. شكرا السيده الرئيسه، السيدات والساده النواب المحترمين. اشكر بدايه السيد النائب المحترم واعضاء فريق التجمع الوطني للاحرار على إثارتهم لهذا الموضوع الهام الذي نشاطركم السيد النائب المحترم من خلاله استنكارنا التام وشجبنا القوي لاعتداءات التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة، والتي طالت أيضا رجال الأمن في إحداث الشغب المؤسفة التي عرفتها مباراة الديربي البيضاوي الأخير. وجوابا على ما جاء في سؤالكم، أود الإشارة إلى أن هذه الأحداث البعيدة عن القيم والروح الرياضية اندلعت بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي سبقت تنظيم الديربي، ومنها الندوة التي أشرف عليها السيد والي جهة الدار البيضاء سطات،
وبحضور ممثلي السلطات الامنيه والفعاليات الرياضيه المحليه والوطنيه وممثلي الفريقين لتسليط الضوء على ظاهره الشغب وبحث سبل محاربتها. اضافه الى ذلك عرفت مباراه الديربي مواكبه امنيه هامه من خلال تواجد رجال الامن بمدرجات الملعب ومختلف الطرق والمسالك المؤديه اليه والفضاءات المحيطه به. وبالمناسبه اود التنويه بالعمل الجبار الذي تقوم به مختلف الاجهزه الامنيه لاستتباب الامن وحمايه الممتلكات. على مستوى المركب وفي انتظار تمكين الدار البيضاء من مركب رياضي اكبر وانسب للتطور الكبير الذي تعرفه هذه المدينه في مختلف المجالات، فإن مركب محمد الخامس الذي يعد معلمة وطنية وذاكرة رياضية تاريخية هامة يصعب التفريط فيها ستعرف عملية إصلاح وتجديد ستساهم لا شك في ضمان تنظيم وتأمين جيد لمباريات داخل الملعب من خلال العمليات التالية: أولا صيانة مختلف مرافق وتجهيزات الملعب، بناء مدرجات جديدة وتجهيز الملعب وملحقاته بمرافق جديدة، تزويد الملعب ببوابات إلكترونية لضبط استعمال تذاكر الدخول. انتهى الوقت ترقيم. السيد الوزير، شكرا. السيد النائب المحترم عبد اللطيف القروطي عن ارتفاع حدة الاحتجاجات على تدني الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الفريق الاشتراكي فليتفضل مشكورا. شكرا السيدة الرئيسة. غير سؤال ديال الفريق الاشتراكي هو الاخر ما بعدش على الشغب، غير هذا الشغب اللي نتكلموا عليه هو الشغب السكاكي. ان كاين احتقان كبير بالنسبه لمستعملي القطارات، كاين الراي العام تيتبع هاد الوقائع، لان كاين تاخرات متكرره ومتعدده دون سابق اعلام. كذلك هناك يعني الرداءة ديال هاد الخدمات، بحيث عدد كثير من المسافرين تيعانيو من الاكتضاض، كذلك تيعانيو من المكيف الهوائي لا فوق البرد ولا فوق الحر، عندهم معاناة. وهادشي دار وتيتكرر وتيتعاود، يعني ماشي واحد الخطا واحد المره وقع، لا من ناحيه احترام التوقيت ولا من ناحيه ديال هذا الرداء ولا ولا من متدخل. الان وتيره الاحتجاجات تتصافع، ويعني كاين مخاوف على حساب انفلات امني، لان الناس مشاو للسكك الحديديه تينعسوا فيها تيحتجوا على هاد الرداءة ديال هذه الخدمة هذه وعلى الضياع ديال الأغراض ديالهم اللي مرتبطة بهذا باستعمال القطار. لذا السيدة الرئيسة، فريق اشتراكي طرح هذا السؤال بالضبط، شنو هي التدابير اللي غتعمل الحكومة من أجل حل هذه المعضلة؟ وشكرا. شكرا السيد النائب، الكلمة للحكومة، تفضل السيد الوزير. بالفعل المادة 104 تتسمح للمجلس النواب أنه يطرح قضايا طارئة للرأي العام، وبالتالي أنا بدوري كممثل الحكومة سأنور الرأي العام بخصوص ما طرح فيه ما يرتبط بالاحتجاجات اللي هي مرتبطة بالسكك الحديدية. أولا لأقول أن الموضوع لا يجب أن يوضع كله على المكتب الوطني للسكك الحديديه وعلى العاملين في هذا القطاع، باعتبار انه جوده الخدمات شيء، ونحن نعترف ونقول على ان جوده الخدمات هي في تحسن، لكن لا ترقى الى المستوى والى الطموح والى التطلعات ديال المغاربه، وان لا زال هناك امامنا شيء كثير لكي نصل الى الجوده والى الطموحات ديال الشعب المغربي، هذا صحيح. لكن هناك تحسن على هذا الصعيد وهناك إجراءات متعددة، لكن بما أن الموضوع أثير وقورن بالشغب، يجب من موقعي كعضو في الحكومة أن أقول على أن جزء من هذا الشغب ومن هذا الاحتجاج هو بذاته مدعاة إلى تأخير القطارات وإلى النقص من الجودة وإلى باعتبار
أن الجزء هناك اليوم أصبح الاحتجاج نموذج أن يحتج الإخوة المعطلون مثلا. نحن مع الاحتجاج السلمي، ولكن أن تكون عندهم ملفات اللي هي مرتبطة بالوضع ديالهم كمعطلين، أن ينزلوا إلى السكة الحديدية ويجيوا أمام القطار، فهذا أيضا يعطل القطارات وما عنده حتى شي ما عنده حتى شي ارتباط بالخدمة وبالجودة ديال القطارات، وبالتالي يوم نعاني نحن أيضا السكك الحديدية من عديد من الإجراءات اللي هي مرتبطة بالتكسير ديال الزجاج، برمي القطارات بالحجارات، بالسرقة ديال الأسلاك وغيرها. وهذا يزيد، أنا قلت في الأول تعترف بأن هناك أمور يجب أن نعمل على تطويرها، ولكن كل ما يحصل الآن ليس فقط هو من مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير.